اهلا بيكم. احنا كمعشر الاطباء لما بنقرب من فكر الناس بنفاجئ احيانا ببعض الافكار المغلوطه، من ضمنها مثلا ان في ستات كتير ورجاله عندهم اعتقاد انه في تاخر انجاب هتروح تعمل حقن مجهري النهارده، كمان فتره معينه هتبقى حامل، خلاص الموضوع منتهي. واحيانا في الاسره يقولوا جمل هي فيها نوع من التلطيف على المشكله، في تاخر انجاب بقالهم فتره، فيتقال لهم يا عم روح اعمل حقن مجهري خلاص الموضوع مضمون جدا 100%، ما فيش حاجه في الطب اسمها 100% وما فيش حاجه في الحقن المجهري اسمها 100%. فبتكون في مشكله نفسيه نسبيه لما يحصل لا قدر فشل في تجربه من تجارب الحقن المجهري. العلم واحنا علمناكم هنا انه فشل الحقن المجهري مره او اتنين ده مش معناها انه ما فيش امل، بل بالعكس كل مره يفشل فيها الحقن المجهري بيعطيك الى حد ما معلومات معينه مهمه جدا، بس استغلها انت، اقصد انت المنظومه الطبيه اللي بتتعامل مع الحقن المجهري لو هي محترفه. النهارده الكلمه صعبه لكن مهمه قوي ولازم نفسرها ونقرب منها، تكرار فشل الحقن المجهري كلمه تقيله، ريبيتد فيلير. فيلير في الطب اساسا كلمه رزله، فشل رخمه. هنفهم الفشل ده هل هو نهايه المطاف، واذا تكرر هل ده اند بوينت خلاص انتهت القصه ولا في امل وبارقه سيبدا معها طريق من النجاح. هنفهم الكلام ده النهارده مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره، صاحب الخبره الرائعه والاداء المهني والفني المتميز للغايه، ضيفي العزيز اللي اسعد جدا بالحوار العلمي معه وصاحب المقام المتميز الاستاذ الدكتور محمد مقبل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا منى؟ منى انتوا دخلتوا في العلاقات العامه بتقولوا انكم لكم 14 سنه متجوزين وما حصلش حمل خالص، وبعدين انتوا الدوره منتظم معاكي لها 23 يوم وعملت تنظيف قبل كده وعملت مرتين حقن مجهري. بقالي 14 سنه متجوزه، وزي اي ست كان نفسي في خلفه وام وعيال، بس ربنا ما اردش. احنا طبعا هنعمل باذن الله حقن مجهري لثالث مره، بس دي اول مره عندنا. هي المشكله طبعا فيها نوع من التحدي النفسي شويه، ان المدام بقالها 14 سنه وداخت، وتاكيد اتبهدلوا في العلاج وكده 14 سنه، متخيلين عملوا ايه. المشكله اللي قدامي دلوقتي ان المبيض فعلا هنا ضعيف قوي، مش هجيب لي بيضات كتيره، وانها فعلا عملت مرتين وما كانش بيتم تخصيب كويس البيضات، مره ما خصبتش خالص ومره زرعت اتنين. دي تحدي ليا على اساس ان ممكن برضو يحصل نفس المشكله معايا، فعايزه مجهود. فوصلت للدكتور محمد مقبل والحمد لله، شخص الحاله فقال حقني مجهري، ومشينا مع خطوه بخطوه، والعلاج والزوج علاج وانا علاج، والحمد لله عملنا منزل رحمي، والحمد لله الدكتور عمل لنا الإشعة العملية وحصل حمل الحمد لله، وأنا دلوقتي حامل وربنا يكرمني يا رب إن شاء الله بإذن الله. النهارده وعايزه كل الناس تدعي لي، يعني احساس اول مره احسه، والحمد لله يعني عايزه الناس كلها تدعي لي وتقف جنبي ان بنتي تقوم بخير وسلامه. We'll be right back.
14 بويضه استاذ احمد طلعتهم ما طلعليش غير بويضه واحده بس اللي كويسه، فديت قلقتني اكتر. يبقى في فعلا مشكله جينيه هنا، ده في مشكله في الجينات بتاعت السيده ديت غالبا. ف ما اتخصبش غير جنين واحد، توكلت على الله وزرعته، وكانت المفاجاه والفرحه الكبيره ان فعلا الجنين ده ثبت وحصل حمل. كنت خايف لا يحصل اجهاض او يحصل تشوهات، كل ده وارد لاي انسان. فديت بالذات الفرصه الوحيده، فانا بقيت عامل احتياطات زياده عن اللزوم. والنهارده انا قررت ان انا اعمل لها العمليه، ما استناش لما تخلص الشهر التاسع، وبفضل الله انتوا زي ما شفتوا البنت طالعه سليمه وزي الفل. الحمد لله، طبعا فرحه ما توصفش ان ربنا كرمني بعد 15 سنه، وكرم ربنا كبير فعلا علينا، والحمد لله ان هو رضاني ورضا زوجتي، وربنا يدوم علينا نعمه يا رب، وربنا يطرح فيها البركه. طيب العزيز الاستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتور علاج تاخر الانجاب، عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه والجمعيه الاوروبيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، ورئيس مجلس اداره مراكز ومستشفيات الف علاج العقبه. اهلا بك يا دكتور مقبل. اهلا بك. تجربة وقصة مثيرة جدا، 14 سنة تأخر إنجاب، وقت مش قصير. الأكثر قسوة هو تكرار فشل الحمل المجاري، والقصة المثيرة جدا قصة إنه لا ده أنا سيبك تحكيها لي بقى، لأن ده بويضة واحدة أو جنين واحد تقريبا اللي كان سليم في الأجنة. احكي لي بقى القصة إيه. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. دي من الحالات اللي أنا بعتز بيها، وأنا بأزعم إن مراكزنا في القاهرة وسوهاج واسكندرية أكثر ما بتعالجوا حاجتين إحنا ناجحين فيهم قوي. لما بتفشى حالات وبتجيلنا بندرسها كويس وبتنجح معانا نسبة كبيرة، مش كله. حاجة تانية جنس المولود، حقيقة أنا فخور جدا بالحالة ديت إن ربنا كرمني بيها. لا أزعم إن أنا يعني عبقري ولا بتاع، لكن أنا بتبقى كرم من عند ربنا. دعيت ربنا. ولا تقول لنا لشيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لو أنت شفت في التقرير لما جتني ستي دي أول مرة ومرتين، مرة ما البويضات بتاعتها فاضية، إمتي فوليكل سندروم بتبقى صعبة قوي، والتانية والمرة التانية خاصة الكيس فاضي، الكيس بتاع البويضة ما فيهوش بويضة، الحويصلة ما فيهاش بويضة، والمرة التانية زرعت اتنين وما نجحتش. فعيب عليا يعني، برضو الناس جاي لك بقى واقعين بمعنى الكلمة، تعبانين قوي، فقد الثقة ان ممكن انها تحمل. الست دي ما بتنامش لان ايميتي فوليكل سندروم عند الستات اللي سمعان وبيقولوا لها البيضات فاضية وفارغة مرة واثنين وثلاثة، دي ما بتنامش، دي بتفقد الامل. فانا بحس بيها قوي. فهنا انا لما شفتها قلت لها انا اتحدى، بس انا بختم الكلمة دي من نفسي، مش بتحدى يعني ان انا بقيت بقول يا رب. انا برضو بقول يا رب، وكلمة بتدي امل يعني، هي أمل بلغة الناس، وبقول يا رب حقيقة، لكن بتحدى نفسي ان انا اعمل زبست. وفعلا الست دي كان المخزون بتاعها ضعيف جدا، واديتها علاج. انا كنت بسهر بالليل اقعد ادرس ادي لها ايه حقيقة والله، واهدي لها ديت وبلاش ديت، ادي لها الجرعة ديت وبلاش ديت. وتدرس كمان، مش حكايه انك تدي علاج ايه بس يا دكتور ايمن، انت هتدي تريجر حقنه التفجير المجازيه، هتدي لها امتى؟ دي 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 خطيره جدا يعني، مش اي دكتور كده بيدي خلاص بيوصل 17 18 بتدي، لا ليها حاجات كتير قوي بتقعد تقيم. لا انا اخرها يومين، لا انا بدي لها يوم، وبعدين هتسحب الساعه كام؟ هتسحب على 34 35 36 38، بتقعد تفكر في الحالات اللي سبيشال دي. دي حاجه خاصه جدا، حالة عايزة رعاية شديدة قوي، حالة لو ما نجحتش المرة دي الست دي هتتدمر تالت مرة. هتقول لها ايه؟ هتقول لها برضو قيمتي؟ جابت 12 بويضة، دخلت اسحب، اهتميت بيها جدا في الساعة، اسحب مفيش، وردت نفسي، اتخذت عهد وقلت انا ها اتحدى. زعلت، بويضة واحدة يا دكتور ايمن، بويضة واحدة لقيتها في السحب، لقيتها كويسة والله. قعدت الليل كله ما نمت. تاني يوم اتصلت يا جماعة لجن خصبت البويضة، قالوا لي خصبت يا رب، زرعتها على 48 ساعة، مش 3 أيام ولا 4 ولا 5، دي ما تزرعها بدري أفضل.
اديتها العلاج المناسب واهتميت بها جدا نفسيا الست دي هنا، كانت الفرحه ان حصل حمل والهرمون 136 مش عالي يعني، برضو قلق. فرحت حاجه فرحه، ست من ثالث مره حملت، اسمها حملت حتى، هي عاد اليها الامل. ربنا كرمنا الحمل مشى واهتميت بها بزياده عن اللزوم، بيتخايف زي ما انا بقول يحصل لها اجهاض، يحصل لها مشاكل تشوهات. هو ده في التعبير الطبي اللي بقول بريشس بيبي، اللي هو بريشس بيبي، وكل طفل بريشس، بس ده بقى فعلا علميا تقريبا مش امكانيه تسمعنا، يمكن دي اخر فرصه ليها. سن تعرف بويضه واحده يعني مره جايه اجيب بويضه برضو، ما انتش عارف. فربنا كرمنا وجيت يوم الولاده، وزي ما انتم شايفين كنت قلقان ومتوتر ان البنت. انت كنت فرحان بعد ما طلعت البنت؟ فرحت قوي. استريحت. ما انت بص يا ريس، بعد الولاده فرحت استريحت. بص يا ريس، في مقوله بتقول ان اللي بيعلم عالم بسيط كده على قده بيبقى واثق من نفسه جدا لانه مش عارف حاجه. كل ما علمك زاد ما تقدرش تاخد قرار بسرعه، اصل ممكن يحصل كذا، اصل ممكن يحصل. يعني العلماء الكبار اللي قوي ما يقدرش ياخد قرار يقول لك والله 100% كده، لكن الطبيب اللي هو الامتياز يقول لك والله كده ده هتنجح. فانت بتبقى الان وربنا كرمني في ان ثالث مره محاوله، الست من بويضه واحده من 12، والبويضه دي تتخصب كويس وتزرع 48 ساعه وتدينا المولود اللي ربنا يبارك لهم فيها. في الطب في مواقف كثيره طبيه اشبه بقصص اجازة كريستي، وطبعا الجيل الجديد ما يعرفش مين هي اجازة كريستي، هي صاحبه اشهر قصص بولسيه. دايما كان بيبقى كذا متهم بالقتل او كذا متهم بالجاني، فاحنا مش عارفين مين من الجاني. كذلك هنا في حاله تكرار فشل الحقل المجهري، هذا نموذج لقصص بوليسيه خاصه باجازا كريستي. من الجاني في تكرار الفشل المتكرر او حدوث فشل متكرر للحقل المجهري؟ لا بقى يعني اتكلم شويه عن اجازا كريستي بقى عن الطب شويه. احنا الجيل بتاعنا بقى كان هو بقى اجازا كريستي دي يا ريس كانت ست غلبانه قوي وحبت واحد زي الدكتور ايمن كده، الله يكرمك، وهامت به الله يخليك، واتجوزت رغما عن اهلها. حبوا بعض حوالي 10 12 سنه، جاء قال لها يا اجازا انا بحب واحده تانية وهتجوزها واسيبك. الست داخل، انت عارف القصه دي؟ عارفها طبعا. الست يعني عاشت حياه كانت عايزه تنتحر. المهم حبت تهرب من انجلترا خالص، هربت وراحت العراق، قابلت واحد عالم اثار، اتجوزته، شجعها انها تكتب، قال لها اكتبي. كتبت وكانت بقت اجازه كريستي. حبيبي تكرار الفشل ده له اكتر من 1000 عامل، عامل في الزوج مهم جدا، عامل في الاهل، عامل في الزوجه، عامل في المركز، عامل في الطبيب المشرف على البروتوكول، عامل في طبيب الاجنه في نقل الاجنه فيما بعد، لان دي كل دي عوامل. اي غلطه بسيطه متهمين كثير، اي غلطه بسيطه بتضيع التعب ده كله. ايه القصه بقى؟ هي فعلا اشبه بقصص اجازا كريستي الحكايه دي؟ نمسك الزوج المدخن، الزوج اللي نرفوز على مراته، اللي كل شويه منرفزها، اللي كل شويه انت خربت بيته وبيت ابويا او كان زي ما اتجوزت، ده بيدمر سته وبيخليها ما يثبتش الاجنه. حماتها اللي بتقعد تقول لها كل شويه يا ابني كنت اتجوزتك، ده بيدمر الست وخلاها ما تحملش، بيمنع نجاح الحمل. شوف ده حاجات بسيطه بقى، اكل الزوجه واكل الزوج دي كلها، يخشوا التدخين والاخرس المدخنه كلها، الدكتور ما عندوش خبره، بروتوكول لونج بروتوكول اكتب كذا حاجه ثابته، خدي تك تك تك، ما ينفعش. لابد تفصل بدله كويس والا هتطلع وحشه. يعني بفصل على كل حاله، مش كل الناس بدلته ما تنفعش لك يا دكتور ايمن. كل واحد له بدلته. كل واحد له تفصيله طبيه، له تفصيل. والمريض في كل دوره له تفصيل غير الدوره اللي فاتت. انت بتقول ما انا بقعد افكر عملت ايه وما عملتش ايه وايه، ما بلاش ديت، بقول لك ازاي هتدي الحقنه بس بتاع التفجير دي مشكله كبيره، هتديها النهارده ولا بكره، اخر يوم ولا قدم يوم. كمان هسحب البويضات على 34 ولا على 38 ساعه، دي بتفرق. هزرع تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، الناس كلها يقول لك خامس يوم، ما هي تاني يوم ما ينفعلاش خامس يوم دي، يعني ده جنين واحد، استنى ايه؟ دخله جوه يرزق في مكانه الطبيعي. طبيب الاجنه معمل نفسه البوليوشن اللي فيه، التلوث اللي في المعمل، البرفان اللي الست جايه تنقل وحتى برفان وهي جايه الصبح، ضيعت العمليه
الدكتور النايب بتاعي اللي جاي وحاطط برفانات وهيقابل عروسته بعد ما يطلع من عندي من الشغل ضيع العمليه. البوليوشن ده مهم جدا. شوف لدرجه البرفانات ما بالك بقى اللي بتنظف بيه العمليات والحاجات دي كلها. دكتور الاجنه، دكتور الاجنه لابد ايده تكون مدربه وماهر جدا جدا. دكتور تديله بيضه يديك جنين، ده دكتور ممتاز. دكتور تديله 12 بيضه يديك جنين واحد، ده تعبان. تحصل ده تعبان. الدكتور اللي بينقل لك الجندي المجهول ده، الدكتور الامبيرولوجي بينقل لك الجنين، ياخد ميديا قد ايه؟ مده قد ايه؟ قليل شويه بينشف، كتير شويه بيطير ويخرج تاني زي ما انت شايف في الديمو ده. لو انت حطيت كميه اكتر هيرجع بالجنين، كميه قليله هيلزق الجنين في القسطره. الدكتور هو بينقل لك كده بنقلته منه وبينقل على الستيشن ورك ستيشن بدرجه حراره باكسجين معين بسي او 2 معين، وبيديها لي الفتره الوجيزه ديت بيتعرض لصدمه حراريه، لو بتبقى سريع جدا صدمه حراريه بيموت. مش كنا زمان يقول لك انت تطلع من الدفا اللي انت فيه للبر بتاخد برد، هو الجنين امر من كده. الجنين اضعف بكتير. هزه بسيطه كده في القسطره بتتنقل طار الجنين في الارض. تزرع بقى، تقوم انت تزرع تخش بعنف، تخش مش سموث قوي، تهيج بطانه الرحم تطرد لك الجنين. حاجات كتيره يا دكتور لابد تبقى انترستد بيها انت عشان تدي نتائج. قلت لنا حاجات مهمه جدا، وفعلا يعني احنا ننتمي الى جيل قارئ لأجاتا كريستي، وهو فعلا باسلوب انت قلت مجرمين ما يخطروش على بال حد. ايوه، ومجرمين رغم ان هم يبدو شيء بسيط جدا لكن هو فعلا سبب في فشل تكرار. أيوه. هل اذا تكرر الفشل يتقلل الكابلز دول مفيش امل؟ لا، اذا تكرر الفشل بعد ما اداني جنين كويس وبزرعه لابد اعمل البي جي ديل والفحص الوراثي للاجنه، لان بيطلع نسبه منهم كبيره عندها تشوهات، فاختار الجنين السليم وازرعه ان شاء الله واحد احسن من 10. كم مره نقدر نعمل تكرار للحلم الجري تقريبا، ولا تختلف من كام شخص من كابلز كابلز؟ انا عندي حاله جت عملت 8 مرات وفشلت، وجت عملت لها من اول مره حملت. انا جاتني حاله من الامارات عامله 21 مره في امريكا وفرنسا وعملت لها ونجحت. انا عندي حاله عملناها انا وانت هنا ظهرناها للجمهور اللي هي عملت في المانيا وفرنسا واسبانيا ل 16 لحاجه و20 واسبانيا وربنا كرمها. فلا يعني لا يأس. يعني الراجل اللي عمل اول حاله 101 هي اللي نجحت. التجربه 101 101 هي اللي نجحت. برضو البرقية التوصية الأساسية التي تريد أن تضعها أمام أعين أكثر من البرقية، هسيب لحضرتك حرية اختيار من توجه له هذه البرقية ومحتوى البرقية تحت عنوان في كل مرة تكرار فشل حال المجاري. أول البرقية بقولها للزوج، الزوج لابد أن هو يهتم بنفسه، أمراضه، بتدخينه، بمخدراته، لأنه عامل كبير جدا. يبعد عن الحاجات دي، يتوقف تماما لصحته ولدينه ولمستقبله وللعملية حتى وقت العملية، ويبقى يرجع تاني لمصيبته مصايبه. يهتم بزوجته، بلاش التهريج اللي هو ما بيزعل. يعني دايما احنا بنقعد نضحك مع زوجتك وتقول لها والله حظي الأسود، أنا كنت اتجوزت، أنا كنت وفرت على نفسي، حتى وانت بتضحك معاها ده بيحرقها. بيحرق الست. الست حساسه وبيطلع يا دكتور، الست كائن حساس جدا جدا، بيطلع النوكشس هرمونز اللي انت عارفها، الادرينالين ونور ادرينالين وكورتيزون والحاجات دي، هوب راح من قبض طرد الجنين. يوم ترونه تضع كل ذات حمل حملها الخوف من كتر الرعب اللي بتحمل، بتنزل حي من الخوف. ما هو ده، هو ده على مصغر الحمى تبعد عنه حمى. يا ريت الزوجين لما يعملوا ما يعرفوش حد. والله ده البرقيه الاولى. البرقيه الثانيه، التمسك بالامل في الله سبحانه وتعالى. انا عندي نوعين من المرض، نوع عمره ما هيخلف بالتقنيات الحديثه، ده اعرفه خلاص، اقول له ما يقعدش بقى يقول لي بقى سحر ويروح للعفاريت والعشابين والكلام ده كله.
النوع الثاني فيك امل يا سيدي بس صبر، المره دي ما جاتش، المره الجايه فيه اخبط 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 لغايه ما باب ربنا يفتح لك. هو ده حقيقة. أنا يعني انا ليا بقى معاك يعني الدجل في الطب جاتني. عندك وقت ولو دقيقه؟ جاتني من اللي بيجوا في الواتساب ده دكتور عنوانها الحلقه طبيب طالب طب يكتشف علاج للسكر ومفاده بقى جاي عامل في مؤتمر كبير جدا انا اعتقد انه متفبرك وطالع اقول انا حاصل على الدكتوراه. يعني انت طالب طب ولا حاصل على الدكتوراه؟ والدكتوراه في ايه بالظبط؟ ما قالوش. وطالع بقى وعامل بروباجندا انا اكتشفت علاج للسكر. والجامعه لما حبيت اعمل البحث بتاعي الجامعه قالت ان احنا هنسحب منك الام دي الدكتوراه. وعلشان كده انا بقول لكم انتوا علشان ده نصاب مجنون. لا بس المنظر اللي جايبينه نصاب مجنون. ايه بقى؟ قال خدوا التحليل بتاعي طلع سكر اعتقد انا شفت حاجه كده 183 قام حاطط عليه الفراكتوز طلع 98. قال لهم خلاص تاكل سكر الفواكه السكر هيروح في خلال اسبوع. ده مجنون. انا عارف الحاله الشخص شفته ده. شفته ده بس مش مصري. لا انت مش مصري. ومتفبرك ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ولا يمكن حد يكتشف الا المتخصص. للاسف دي حكايه العشابين بقى اللي راح قال للراجل اللي عنده رينال فيلير بطل الغسيل الكلوي وتعالى اداله عشان فيها كورتيزون. الراجل صح قوي وبقى زي الفل كده شهر ومات. لا ده في ناس من بعد اول تناول عشبي ماتوا. والناس منهم كانوا عرفهم كويس جدا يعني للأسف فقدوا حياتهم بسبب الأعشاب بسبب الدجالين دول. نورت يا فندم كالعادة. وجودك معنا شرف كبير لينا ودايما حلقاتك ممتعة مثيرة دايما لا تخلو من يعني فتح القلب الكامل لواقع ونقاط مهمة جدا بطريقة ممتعة للغاية. أنا بنتظرها وأكيد جمهورك كله بنتظرها. نورت دكتور مقبل وشرف كبير لنا هذه الزيارة. ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد مقبل كان في الدكتور. خليكوا دايما مع دكتور. شهدت القاهرة انعقاد واحد من أهم المؤتمرات الطبية في إفريقيا والشرق الأوسط لمرض التصلب المتعدد MS، والذي يحمل عنوان المؤتمر الدولي السابع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحث والعلاج لأمراض MS منكترمس. وأقيم المؤتمر الصحفي الهام على هامش المؤتمر برعاية شركة ميرك العالمية للأدوية. وحضر المؤتمر الطبي أكثر من 1000 طبيب متخصص في تشخيص المخ والأعصاب من مختلف دول العالم. وتناول المؤتمر الدولي الجديد في تشخيص وأسباب وعلاجات مرض التصلب المتعدد. مرض التصلب المتعدد هو عبارة عن مرض مناعي بيبقى فيه خلل في جهاز المناعة ربنا حبينا بيه علشان يحمينا من هجوم الفيروسات البكتيريا الحاجات الخارجية. وبالتالي هذا الخلل بينتج عنه أن جهاز المناعة ده بيهاجم المادة البيضاء اللي هو اللي اسمه المايلين اللي هي بتبقى مغلفة للجهاز العصبي. ونتيجة هذا الهجوم بيحصل ما نسميه احنا أتاكس أو هجمات ومعتمدة على المكان اللي بيتهاجم. يعني لو جاء في الجهاز العصبي المركزي المسؤول عن الحركة بينتج عنه خلل حركي، لو جاء في الجهاز المسؤول عن الاتزان بيأثر على قدرتي ان انا ماشي ببقى بتطوح مش موزون، لو جاء في الجهاز الحسي بينتج عنه اعراض حسية تنميل او الام او شكشكة او كهرباء، لو جه في العصب البصري بينتج عنه التهاب حاد في العصب البصري وينتج عنه نقص حاد في حدة الابصار. طبيعة المرض انه بيجي فيه هجمات اكوردنج على حسب المكان اللي بيتأثر بهذه الهجمة بينتج عنه الأعراض اللي بيعاني منها المريض. الحقيقة اللي في السنوات الماضية النجاح انه
على مستوى العالم عالميا وفي مصر كمان بقى أصبح هناك متاح للعديد من الأدوية اللي بتعمل كنترول بتعمل سيطرة على جهاز المناعة فبتخلي قدرته على الهجوم على الجهاز العصبي أقل وبالتالي بتحمي المريض أصلا من الهجمات دي. المشكلة كانت دايما أنه الأدوية دي غالية وما فيش ميزانية تتحملها، لكن الحقيقة جهود الدولة المصرية والحكومة ووزارة الصحة نجحنا مع الأطباء المختصين بطب المخ والأعصاب إن احنا نوفر هذه الأدوية على نفقة الدولة ومنظومة التأمين الصحي، فبالتالي هذه الأدوية أصبحت موجودة ومتاحة بالمجان لكل مريض مصري. احنا عندنا في مصر بروتوكولات علاجية لاستخدام هذه الأدوية بحيث أنه المريض بما أني عندي أكثر من خيار في اختيار هذه الأدوية فبالبروتوكول أو البروتوكول المصري لعلاج المرضى الـ MS التصلب المتعدد بيعتمد أن أنا أوفر المريض المناسب العلاج المناسب، ما يبقاش علاج واحد للجميع، لا كل واحد بيبقى ليه المواصفات المعينة اللي بينتج عنها اختيارنا للدواء الملائم ليه. هو طبعا مؤتمر المينيكترمز ده بيضم الشرق الأوسط كله الدول العربية وفي نفس الوقت بنجمع فيه عدد كبير جدا من الأجانب وبينعقد كل سنة بقاله 7 سنوات، ده المؤتمر السابع. كان أول مرة يجي مصر فكان مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نستضيف المؤتمر ويعني الجميع يشوفوا الحضارة المصرية والتنظيم المصري، والحمد لله المؤتمر كان ناجح جدا. هو أكبر مؤتمر اتعمل في ال7 سنوات من ناحية الأعداد، العدد حوالي تقريبا 1000، يعني بيخليه تاني مؤتمر على مستوى العالم في التصلب المتعدد. بيناقش المؤتمر كل الجديد فيما يختص بمرض التصلب المتعدد في مصر. احنا الحمد لله يعني تقدمنا تقدم كبير جدا، الدولة في خلال السنوات اللي فاتت وفرت كل الأدوية بتاعت الـ MS ببلاش للمرضى سواء على مستوى التأمين الصحي او على مستوى نفقة الدولة، لدرجة ان احنا يعني على مستوى العالم بيضرب بمصر نموذج انه ازاي دولة اقتصادها زي مصر قدرت انها توفر كل الادويه ببلاش لمرضى الاماس، ودي حاجه مهمه جدا لان مرضى الاماس دي فئه عمريه صغيره يعني منتجه، يعني احنا بنتكلم على شباب من سن 18 لغايه سن 40، وبالتالي مهم جدا ان احنا نصرف على علاجهم، لانه لو ما صرفناش على علاجهم حتى لو العلاج غالي شويه إنما ده بيؤدي إلى إعاقات والخسائر من إن هم يبقوا معاقين أكتر بكتير من تكلفة العلاج. والحقيقة الحمد لله يعني الدولة المصرية أدركت هذا، وإحنا يعني نعد من الدول القليلة جدا اللي عندها كل الأدوية المتوفرة ببلاش. الـ MS مرض الـ MS هو مرض يصيب الشباب في المقام الأول، وأهمية الشباب هم القوة الاقتصادية الأساسية غير أنه هم لسه بيبدأوا حياتهم، فعشان كده اهتمام الدولة بهذا المرض بشكل شديد جدا. اللي حصل دلوقتي أو بقاله كذا سنة الحقيقة نتكلم من 2012 بدأت أول وحدة MS تفتتح، كانت القصر العيني جامعة القاهرة، وبعدين تولت الوحدات الجامعية ثم الوحدات في مستشفيات أمانة وزارة الصحة. فالدولة الحقيقة بتولي اهتمام شديد جدا لهذا المرض ولهذه الفئة العمرية من المرضى. يعني انتشار وحدات الـ MS في مصر بالطريقه دي اول حاجه خلى الناس تبقى عارفه هتروح فين، المرضى هيتوجهوا لفين، بدل ما هم كانوا الاول بيبقوا مش عارفين يروحوا فين. بيوفر لهم الاتي: بيوفر لهم خدمات طبيه على اعلى مستوى، استشاريين موجودين في هذه الاماكن متخصصين في التصلب المتعدد والـ MS بحيث ان هم يوفروا لهم خدمه الكشف والتوفير الخطه العلاجيه المطلوبه. الحاجه الثانيه في هذه الوحدات القيام بقرارات نفقه الدوله للناس اللي هي ملهاش تأمين صحي، فبيتوجهوا لهذه الوحدات بيتعمل لهم قرارات نفق الدولة بحيث الأدوية بتاعتهم تصرف بشكل مجاني تماما على نفقة الدولة. فالوحدات دي أهميتها تشخيصية، أهميتها توجيهية، وتوجيه البيشنت أو المريض إن هو ياخد علاجه إزاي ثم المتابعة بعد كده بشكل مستقر. دلوقتي اللي حاصل انه في توجه من الدولة، توجه من الجامعات، توجه من هذه الوحدات للقيام بتوعية على المستوى توعية
الأطباء، لأن احنا دلوقتي المريض في مصر لسه ما عندناش التأمين الصحي الشامل، بدأ أوريدي في بعض المحافظات لكن في معظم الدولة مش موجود هذا التأمين الصحي الشامل. التأمين الصحي الشامل المفروض أن هو بيوفر لخدمة الرعاية الأولية اللي المريض الأول بيتوجه للدكتور، هذا الدكتور بيوجهه. حاليا احنا ما عندناش هذا الثقافة، فالمريض بيشتكي من أي حاجة فبيروح مش بيبقى عارف يروح فين. مهمتنا احنا دلوقتي مثلا ان انا اقول للمريض اللي هو من العمر الفئه العمريه من 20 ل 40 سنه وحصل له حاجه من هذه الاعراض، زغلله في العين، اضطراب في الرؤيه، ازدواجيه في الرؤيه، الم في حركه العين، عدم اتزان، تقل في ايد او في رجل، تنميل في ايد او في رجل، عدم تحكم في الاخراج، اي حاجه من الحاجات دي لو استمرت 24 ساعه واكتر يفضل التوجه لاحد هذه الوحدات اللي هي منتشره. لو دخل على الانترنت على الفيسبوك هيلاقي الوحدات كلها موجوده قدامه. فده جزء من القصة ان انت تتوجه فيه، لان احنا كل ما اتدخلنا بدري واكتشفنا المرض بدري كل ما كان عندي فرصة حلوة جدا ان انا ادي علاج، والعلاج ده يحافظ على المريض معظم او ان شاء الله كل حياته. التوعية التانية موجهة للاطباء نفسهم، ان احنا بنعمل مؤتمرات دورية ونشرات وحاجات على زوم ميتينجز، يعني على كل المستويات السوشيال ميديا وكمان على مستوى اللقاءات اللي هي الوجهة لوجه، بنحاول ان احنا نوعي برضو شباب الاطباء امتى نشك في مرض الام اس وازاي نتدخل وايه احسن خطة علاجية نقدر ان احنا نديها لمريض الام اس، واحسن رعاية طبية، وازاي تعلم مريضك المراحل المختلفة للمرض، وازاي تعلمه انه ازاي ياخد الدواء بتاعه بشكل مظبوط ما يعملوش مشاكل، وازاي يتابع كمان اثار الجانبية للدواء. الحقيقة شركة ميرك كانت من الشركات الرائدة اللي بتقدم خدمات لمجتمع الام اس في مصر، بنتكلم من اكتر من 15 سنة. الخدمات دي بتكون على كذا محور، يعني زي تقديم انشطة تعليمية للدكاترة، كمان شراكة مع الجامعات ومع وزارة الصحة، ان احنا بنكون بنساهم في تأسيس وحدات للتصلب المتعدد تتيح للدكاترة ان هي تشخص المرض ده. كمان شركة ميرك كانت من الشركات اللي عملت شراكة مع الوزارة في مشروع كبير اسمه فيديو كونفرنس، وده التشخيص عن بعد عشان نوفر على كل العيانين عناء السفر ما بين البلاد ونوفر لهم احسن خدمه ان هم يعيشوا حياه كريمه مع هذا المرض. الشركه دايما بتحاول ان هي توفر احدث او يعني ان مصر تبقى موجوده في احدث الابحاث الاكلينيكيه، وان احنا نحاول سوا ان احنا نتعاون عشان نلاقي حلول او نوصل احدث العلاجات لمرض التهاب الاعصاب المتناسب. أحب أقول إن في مؤتمر المناكتم السنة دي إحنا ناشرين أبحاث مختلفة عالمية وإقليمية بتعرض أحدث ما وصلت إليه صناعة الدواء والأبحاث في هذا المرض. إحنا النهاردة في المناكترمز في نسخته السابعة في القاهرة، في أكتر من 1000 مشارك من أنحاء العالم كلها، وأعتقد أن السنة دي بالذات بيتحول المؤتمر لأول مرة من مؤتمر إقليمي لمؤتمر عالمي بمختلف المشاركات من جميع أنحاء العالم، ودي حاجة أعتقد كويسة للمرضى جدا، لأننا بنتناول في المؤتمر هنا مع كل المشاركات من كل المشاركين سبل العلاجات المختلفة وكيفية ونقل الخبرات بين العالم كله في كيفية علاج مرضى التصلب اللويحي المتعدد. التصلب اللويحي المتعدد هو مرض مش مميت، هو مرض معيق وبيستهدف كمان شريحة أقدر أقول إنها للشباب أكتر، فدي برضو عشان كده هو بقول إنه هو مؤتمر مهم جدا، لأنه بيأدرس أو بيتناول أحد أهم الأمراض اللي ممكن تكون معيقة للشباب. عن دور ميرك في المؤتمر، احنا من النسخة الأولى من المناكترمز، احنا معاهم من أول يوم، واحنا في ميرك الصراحة بنحط البيشنت في قلب كل اللي احنا بنعمل. فاحنا بنشتغل على 3 محاور. المحور الأولاني هو توفير زي ما حضرتك تفضلت وقلت العلاجات الحديثة على قد ما نقدر، ويكون بنقدر مش بس كمان انها تكون متوفرة عالمية، لا تكون متوفرة كمان في منطقتنا وبسرعة، وده مهم جدا. الحاجة التانية اللي بنشتغل عليها هو كيفية دعم المريض نفسيا، ودي حتة مهمة جدا في مجموعات الدعم اللي احنا بنعملها، وكمان تعليم أسرته والمجتمع اللي حواليه ازاي يقدر يتعامل معاه وازاي يساعده وازاي ما يكونش المرض ده معيق ليه في حياته ولا في أسرته ولا في شغله، فدي حتة مهمة جدا بنشتغل عليها. الحتة الثالثة هو التوعية والتشخيص.
والتوعية بوجود حضراتكم النهاردة أعتقد ده مهم جدا أن احنا نحط الضوء على مرض مهم زي التصلب اللويحي. والتشخيص مهم جدا برضو لأن كل ما نشخص بدري كل ما يكون المريض يقدر ياخد الدواء بدري وبالتالي حالته على المدى الطويل تكون أحسن. احنا في ميرك بنعمل عندنا مشروعات مختلفة في جميع أنحاء العالم. في مصر عندنا مشروع بنسميه تيلي ميديسن. التيلي ميديسن هو بدل ما المريض بينتقل من محافظته لإحدى اللجان العليا هنا في القاهرة عشان يتشخص أو يصرف العلاج بتاعه، لا احنا عاملينها في صورة ان هو بيروح للمستشفى بتاعته في مكانه وعن طريق التيلي ميديسن أو التيلي كونفرنس بيقدر يكلم اللجنة المسؤولة عن تشخيصه ويقدر، فبنسهل شوية موضوع التشخيص بالنسبة للمريض وفي نفس الوقت نقلل سفره أو تحركاته لأن زي ما قلت لحضرتك هو مرض معيق شوية. دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية كمان هي الوحدات التصلب اللويحي اللي موجودة في أغلب المستشفيات دلوقتي اللي فيها مراكز أعصاب، ودي بتقدم الخدمة للمريض عن طريق توفير زي ما تحركت فضلت وقلت أحدث الأدوية وكمان الدعم اللي موجود للنفسي للمريض أو كيفية سرعة تشخيصه كمان. فده الميرك بتقدمه لمجتمع التصلب اللويحي المتعدد. شركة ميرك ليها دور كبير قوي في التوعية ولدعم المرضى بالنسبة لمرض التصلب المتعدد، وإحنا النهاردة بصدد يعني مؤتمر كبير زي المينكترمز اللي بيضم بلاد كتيرة قوي من الشرق الأوسط ومن شمال أفريقيا، كلهم مجتمعين النهاردة لدعم مرضى التصلب المتعدد ولدعم كل الأطقم الطبية بكل ما هو جديد. شركة ميرك يعني بتشتغل على محورين في التوعية لمرض الـMS. أول محور هو المرضى ودعم المرضى من خلال النصائح اليومية والمريض يوميا إزاي يتعامل مع المرض إزاي ياخد باله، وقبليها كمان التوعية بالأعراض الخاصة بالمرض دوت، وبعدين التوعية بكل ما هو المريض ده محتاجه من نصائح يومية للتعامل مع المرض، مش بس العلاج وبس لكن كمان كل ما هو محتاجه من نصائح عن التغذية عن الدعم النفسي حاجات خاصة بالرياضة، وده بيتم بالتعاون مع جمعيات كمان جمعيات المرضى جمعيات رعاية الخاصة كمان شركة ميرك كان ليها دور كبير قوي في حملة توعية اسمها تقدر عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي كانت بتقوم بدعم المرضى والتوعية للمرض وللمرضى كلهم عن كل النصائح والأعراض والنصائح اللي المريض محتاج يعرفها عن المرض وعن كيفية التعامل مع المرض لتحسين حالته. احنا النهاردة كمان بصدد مؤتمر كبير زي المينكترمز، وبيقام النهاردة يمكن السنة العاشرة للمؤتمر. شركة ميرك ليها دور قوي جدا في التوعية للمرض وتوعية الأطقم الطبية وكل الأطباء بالدراسات العلمية الجديدة وكل ما هو جديد في علاج الـMS. النهاردة احنا بننشر 13 بحث عن التصلب المتعدد، دول ليهم علاقة بالأدوية اللي حاليا موجودة للمرضى يكونوا مستفيدين منها والأدوية الجديدة اللي في البحث العلمي اللي ممكن تكون جاية في المستقبل إن شاء الله لدعم مرضى التصلب المتعدد. تحت عنوان أعراض قد لا يعرفها الجميع تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي، نشر موقع دي دبليو الألماني أن بعض الناس قد يعاني من آلام في مناطق مختلفة من الجسم يتناول لعلاجها المسكنات ومضادات الالتهاب دون تحسن، والسبب هو التشخيص غير الصحيح لأعراض قد تكون مؤشر لوجود مشكلة أو بداية حدوث انزلاق غضروفي. ومن أهم هذه الأعراض الخفية عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز، الشعور ببرودة أو سخونة في بعض مناطق الجسم زي القدمين والفخذ، وأحياناً يفقد المريض الإحساس بمناطق معينة أو يشعر بالتنميل، وأحياناً تأثر القدرة الجنسية وتأثر القدرة على المشي، وأيضاً وجود ضعف عام أو وجود ضعف في القدم والركبة. أهلا بكم. أنا دايما بقول إنه حلقات جراحات المخ والأعصاب واحدة لم تكن في القائمة الذهبية من الأهمية التثقيفية بالنسبة للشعب العربي، لأنه التوقيت مهم في اتخاذ القرار سواء بجراحة أو بتدخلات محدودة التدخل أو بأدوية. توقيت العلاج
ده نابع من المريض في حد ذاته، لأنه أنا اللي بتحرك عندما يكون عندي مشكلة طبية، أنا اللي بمشي وبروح أكشف في مستشفى أو في عند دكتور. فالقرار طالما قرار تحرك للبحث على الميديكال أدفايس والميديكال تريتمنت نابع مني، فالثقافة هنا مهمة جدا جدا. احنا ما بنتكلمش عن حادثة مثلا بس، لكن بنتكلم على أشياء قد تحدث في حياة الإنسان، حوادث صغيرة تتجمع بعد كده في يوم بكارثة، وقد تكون هناك حادثة. أنا في رأيي في عامل مهم جدا بدأ يلعب دور كبير في انتشار الحوادث دلوقتي، غياب ما يسمى بتقدير الخطر. ده مرض نفسي وله لازم نعمل كونسلتو بقى، نجيب أستاذ طب نفسي يكلمنا على البني آدم اللي ما عندوش تقدير للمخاطر، البني آدم اللي عنده مظهرية، وده بنشوفهم حوالينا. ما هو انت تفسر لي واحد وقف صحابه بموبايل وصور، يا عم وانا هنط من فوق المنط اللي فوق السطح بتاع الفيلا بتاعتي جوه حمام السباحة اللي على بعد 5-6 متر، سوبرمان انا، ربنا يسترها عليه. لانه احنا بوريكم بس ان ده في المحترفين، مش محترفين عاديين، ده دي لعبة اولمبية المستوى اللي احنا شفناه ده. فما بالك بقى واحد راكب على موتوسيكل في وسط المحور او في وسط اي شارع او حتى في حته شعبيه وفي زفه، وكل اللي هو عامله ساعته انه مش راكب على الموتوسيكل، ده نايم على الموتوسيكل بيتمنظر، قاعد واقف على الموتوسيكل بيتمنظر. دي تحركات جنونيه. المصيف ما احنا داخلين اهو في ايامه بيشهد مثل هذه الامور. الفقرات العنقيه ضعيفه جدا. النهارده هتفهموا مش بس هي ونفهم غيرها، في سلسله تثقيفيه مهمه مع ضيفي العزيز الذي يبدا في حواره دائما الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحات المخ والاعصاب. ازاي يميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف أتعالج. في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشة في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وأنت صغير هتدفع ثمن وأنت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. ضيفي العزيز المبدع دائما، اهلا بك دكتور محمد. انا بحرك دكتور ايمن. انا عايز ابدا الحوار بالفقرات العنقيه، قد ايه هي مهمه، قد ايه هي ليست قويه، قد ايه مشاكل والاصابات فيها ممكن تكون كارثيه. هو ده حقيقي، يعني الفقرات العنقيه هم احنا عندنا 7 فقرات، يعني احنا عشان نعرف الرقبه نشوف التركيب بتاعها هي عامل ازاي، عشان نعرف ايه قوتها وايه ضعفها. الرقبة بتتكون من مجموعة عبارة عن 7 فقرات، 7 فقرات دولة راكبين فوق بعض متصلين بحاجة اسمها الأربطة، تحتوي هذه الفقرات من الداخل على فتحة كده اللي بنسميها القناة العصبية، اللي هو ماشي فيها الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده اللي هو امتداد جذع المخ، يعني احنا ساعات بنعتبر الحبل الشوكي ده هو جزء من المخ، ده مش عصب، ده الكابل الرئيسي اللي واخد الأوامر العصبية اللي نازلة من المخ على جذع المخ على الحبل الشوكي، وينزل بعد كده يبدأ يديني التفريعات والأعصاب الطرفية. خطورة الرقبة إن الفقرات بتاعتها صغيرة، الحركة بتاعتها كتيرة، يعني الفقرة بتتحرك يمين شمال فوق تحت ولف وبميل، الحركة بتاعتي كتيرة جدا. الكتلة العضلية المحيطة بالفقرات بتاعتي مش جامدة، يعني عضلات الرقبة
عندنا مش دايما قويه، يعني مش زي عضلات الظهر، مش زي عضلات الرجلين، فهي عضلات متعدده وضعيفه، هي بتبقى عامله زي الاوتار بالظبط، كان انا عايز اوقف العمود الفقري ده يبقى واقف كانها زي الخيمه كده، وفي اوتار بشد منها او حبال اشد منها، دي العضلات بتاعتي. فانا ما عنديش عضله بلكي او قويه او تقدر تحكم الرقبه، وخاصه في الحركات الفجائيه. ما بين الفقرات وبعضها في عندنا حاجه ما يسمى القرص الغضروفي، ده الشكل بتاعه اللي قدامنا. القرص الغضروفي مكون من جزئين، جزء خارجي قوي اللي هو بنسميه ماده ليفيه كده اللي هو انلس فايبروز، والجزء الداخلي ماده جيلاتينيه عامله زي الجيلي كده نيوكليس بالبوس. قدامنا على طول ده اسمه الحبل الشوكي، طالع منه عصبين اهو، واحد حسي وده اللي قريب قوي من الغضروف، والبعيد عنه شويه ده حركي. يلتحم العصبين دول مع بعض، ها، ويدوني حاجه هنا اللي بنسميها عقده عصبيه، اللي هي دي اللي في الجنب، وتبدا تخرج من القناه العصبيه الخارجيه، تبدا تغذي الاطراف. الاعصاب اللي خارجه من الرقبه هي مسؤوله عن منطقه الكتفين، منطقه الدراعين، لحد منطقه بتاعت ايه، المنطقه اعلى منطقه الصدر، دي اعصاب كلها متراكبه وبتغذي المناطق دي، بتغذيها احساس وبتغذيها حركة. المشكلة بتاعت الكبيرة لما بتحصل أي حاجة في الرقبة، أنا قضيتي عندي اتنين هنا مهمين قوي، الحبل الشوكي اللي هو الكابل الرئيسي، ثم العصب الجانبي. لو الموضوع على قد العصب ألمي محتمل، هيوجع شوية، ممكن شوية علاج أو ألبس رقبة أو مش عارف شد أعمل علاج طبيعي هتفك، لكن انا قضيته الكبرى ان انا لو دخلت على الحبل الشوكي، الغضروف بتاع الفقرات العنقيه هو غضروف، او القرص الغضروف هو قرص ضعيف جدا، قرص ضعيف، هو ماسك الفقرات من فوق وتحت، لكن مشكلتي ان انا قاعد طول الوقت قاعد بحركه وبتني، كتر الاحتكاك بتاع العظم ده بيخليني افقد السوائل، لان احنا زي ما اتفقنا ان 80% من حجم الغضروف دي ميه سوائل. طب لما بيحصل جفاف فيها، لما بيحصل جفاف في هذا الغضروف، يبدا الحركه بتاعته هتبقى ضعيفه، زي بالظبط لو عندي استك وهو جديد بيبقى طري وحلو كده، تشد ويرجع، بعد شويه تلاقي لما بينشف او يتعرض للحراره تشده يقطم منك او يتقطع. هنا في الغضروف بتاعنا كده، مع الحركات الكتيره، مع تنيه الرقبه الكتير، مع قعده الموبايل والصدام الخاطئ للرقبه طول الوقت، مع ركوب بقى العربيه وفرمله فجائيه، هوب راس اتحدفت لقدام ورجعت تاني لورا، او ان انا قاعد على كرسي كل شويه رقبتي جايه كده وجايه كده، في ناس دي طبيعه شغلها ما بتقدرش تحرك، فده بيأثر هنا. طيب في ناس بقى كمان طبيعه عملها انها بتشيل حاجات على راسها، يعني وده معظمه بيبقى في السيدات، لان مشاكل الرقبه اكتر في السيدات عن الرجاله. النوم الغلط، يعني في ناس بتحب تنام على مخدتين وثلاث مخدات ودايما تبقى رقبته متنيه. الاطفال النهارده او السن الصغير بتاع الشباب للاسف الشديد، مع استخدام التكنولوجي بتاع الموبايل والتابلت وبتاع، وقعدته الغلط او بيبقى مستخبي وقاعد يبص كده بيسرق الوقت علشان يبص في التابلت، القعده الغلط الكتيره دي، انا طول الوقت بعمل انحناء امامي، طول الوقت انا بضغط على الغضروف، بعصر الغضروف، الغضروف ده هتقل السوائل بتاعه، هيحصل له جفاف ثم تشققات، يبدا الغضروف يخرج. الغضروف لو خرج على حسب، لو خرج على الجنب هياخد العصب، ابدا احس بالم في رقبتي، الم في دراعي، تنميل، خدلان، وجع، او فقدان لاحساس معين، او يقول لك ده انا واخد بنج، واحد يجي يقول لك كده الصابع ده مش حاسس بيه، او الصابع ده واللي جنبه، او الثلاث صوابع دول ما عادش بحس بيهم، او كفه ايديا كلها مش حاسس بيها، او ده في ناس بقى بتدخل في مرحله تانية يقول لك انا بيجي لي الم واخد العضله بتاعت صدري، ها، وكل شويه بدخل الطوارئ في مستشفى ويتعمل لي رسم قلب، وممكن مع التوتر والضغط والالم ضربات القلب ما تبقاش مظبوطه، ادخل يقول لك ده انت عندك الشريان التاجي، واروح لدكتور القلب، وساعات نوصل لمرحله قسطره استكشافيه ويرجع يقول لك اصل القلب بتاعك سليم ما فيهوش حاجه، ده القضيه جايه منين؟ من الفقرات العنقيه. الفقرات العنقية تأثيرها مش قاصر بس على ايديا وعلى كتفي، لا، ده ممكن ياخد كتفي ويعمل وجع جامد جدا في الكتف اليمين او الشمال او الناحيتين، ممكن ياخد دراع اليمين او الشمال او الناحيتين، ممكن يأثر على بقية اعضاء الجسم، لان انا هنا ده المجمع بتاع العصب بتاعي،
لو حصل إصابة هنا، إصابة يعني إيه؟ أنا كتر الحركة بتاعت رقبتي بتعمل تبدأ بحاجة اسمها خشونة في الفقرات. الخشونة عادة ما بتجيش فقرة واحدة، ممكن تبقى فقرة 2 3 4، ممكن الرقبة كلها يحصل فيها خشونة. والخشونة دي بتبقى عبارة عن زوايد عظمية صغيرة كده، وتبدأ الزوايد دي بتبقى زي الإبرة كده بالظبط تخبط في العصب وتسبب ألم. ساعات تيجي في الشريان، لأن أنا عندي شريان داخلي اللي بيوصل الدم للمنطقة الخلفية بتاعة المخ وجزء المخ، وتأثر عليه تعمل ما يسمى قصور في الدورة الدموية المخية. عشان كده في عندنا تعمل ده كله؟ تعمل كده طبعا. احنا عندنا في أعراض بنسميها الأعراض الغير متعارف عليها بالنسبة لمشاكل الرقبة. يعني مشاكل الرقبة خلاص احنا قلنا في ألم في رقبتي، ده المعروف، أو في كتفي أو في دراعي، ده المتعارف. طيب لما تلاقي واحد بقى بيجيله دوار يجي يقوم أو يبقى نايم على السرير، أو تبقى نايم على السرير تيجي تلف يمين شمال تلاقي المرجيحة اشتغلت والدوار اشتغل، تتخبط في الباب وتتحدف وتقع، وناس بيجيلهم إصابات جامدة جدا. الناس اللي بيجيلها جلطات في المخ وممكن نتيجة الانسداد في شريان من الشريان بتاعت الرقبة اللي هي جاية برضو من الايه، من الخشونة أو غضروف. الناس اللي بيجيلها ضعف في التركيز والذاكرة وخزلان في الإيدين وفي الرجلين، وممكن يحصل ضمور في العضلات. ما كل ده ناتج عن ضغط الشريان وضغط على العصب أو الحبل الشوكي. المشاكل دي كلها مجتمعة هنا هي اللي بتقول لي بقى ان الرقبة دي منطقة خطر جدا، تختلف عن المنطقة بتاعت الفقرات القطنية او المنطقة اللي تحت. المنطقة القطنية انا بتعامل مع اعصاب طرفية ما عدا الفقرة الاولى بس في الفقرات القطنية، بتعامل مع جزء من الحبل الشوكي. الرقبة انا بتعامل مع الحبل الشوكي الرئيسي واهم جزء فيه. انا بيبقى عندي مشكلة، انا لو حصلت خشونة او ضغط من الغضاريف بتقلل الدورة الدموية اللي هي بتغذى الحبل الشوكي. لو قلت الدورة الدموية والحبل الشوكي بيتغذى بشريانين من اتجاه وشريان من اتجاه، لو الضغط ده قفل الشريان او الشريانين من قدام او من ورا، يبدا يحصل قصور في الدورة الدموية، يحصل ضمور جوه الحبل الشوكي. وضمور جوه الحبل الشوكي لو حصل ما بيتصلحش لا بعلاج ولا بعملية، هيترك أثره. بس إحنا لما بنقولها عايزين نتدخل يبقى عشان ألحق الشوية اللي فاضلين to minimize damage وأقلل التلف اللي حصل، بس عمره ما بيختفي تمام. فعشان كده أنا عندي مرحلتين، مرحلة الشكوى ومرحلة الألم والتنميل والخدلان، والمرحلة بتاعت الضعف والوهن العضلي. أنا مجرد ما بدأت أدخل إن المشية بتاعتي ما عادتش مظبوطة والحركة بتاعتي ما عادتش مظبوطة ومش قادر اطلع سلم، مش قادر اقف فتره طويله، رجليا بترعش كتير لوحدها، البول بدا يسبقني، الاخراج ما بحسش بيه، الضعف في الحاله الجنسيه، التنميل والخدلان اللي واخد جسمي كله. في ناس يقولك انا حاسس ان انا مش حاسس بالنص ده كله، بجسم كله، وممكن ياخد جنب. يعني لو عندي غضروف فوق جاي على جنب في الحبل الشوكي على ناحيه واحده، يبقى عندي رايت سايد ويكنس، او بايلاترال على الناحيتين يبقى كوادري باريسز أربعة اللي بنسميه الخزل الرباعي. فده حاجة خطيرة جدا. فإذا الرقبة مكوناتها الفقرة، الغضروف، الحبل الشوكي، الشرايين المغذية اللي هي ماشية فيه، لازم نبقى فاهمينهم وفاهمين تركيبهم وفاهمين حركتهم. لما بيجي لي بقى الأعراض من البداية، يعني ممكن يجي لي واحد عنده كل شكوته هو صداع، وتدور بقى وقعد ياخد مسكنات الدنيا كلها وانت مش عارف ان المشكلة جاية من الرقبة، والرقبة من اكثر اسباب الصداع شيوعا لما يبقى عندي مشاكل في الفقرات العنقية، سواء خشونة او غضاريف او ضيق في القناة العصبية، تعمل صداع مزمن. والناس بتهلك نفسها في ايه؟ في اخذ مسكنات عشان الصداع يروح. طيب الناس اللي بيجي لها عدم اتزان او فقدان للذاكرة او ضعف في الذاكرة او الادراك ونسيان كتير، وتبقى الحاجه في ايديا وبحطها في مكان انا بنساها، ليه؟ الدوره الدمويه اللي في المخ بقت ضعيفه. طيب انا كنت بقدر اعمل وبروح شغلي وبنزل وبنزل السوق اشتري وبروح، النهارده ما عدتش بقدر، ده انا بنزل من السرير بالعافيه، ده انا علشان اقوم من السرير في البدايه ها لازم اقعد فتره كده، لان لو قمت فجاه ممكن ادوخ والمرجيحه تشتغل. كل دي اعراض تقول لي ان انا عندي مشكله في الفقرات العنقيه. طيب هي الفقرات العنقية تعمل لنا بس الكلام ده كله؟ لا، ده ممكن لو قدر الله الفقرات العنقية تسبب شلل كوادريبليجيا، شلل
طيب هي الصورة الفيديو اللي احنا عملناه بتاع الست الرياضية اللي كانت بتلعب دينا وإيه اللي حصل؟ انحناء فجائي في الرقبة سواء بالثاني للأمام أو للخلف ممكن تعمل قطع في الحمل الشوكي. قطع أو كدمة دموية في الحمل الشوكي. الكدمة الدموية أو القطع في الحبل الشوكي خلاص الصورة خلاص تقوم جاية عاملة لي شالة الرباعي إيدين ورجلين. نبدأ بقى ندور ما قدرش يتحرك هم اللي حركوها خلاص ده دخلنا هنا فيما يسمى شالة الرباعي. شالة الرباعي ما بيحصلش كامل في البداية على فكرة دي حصلت بالفعل اللي أنا ما أعرفش اللعبة دي حصل فيها إيه لكن في قصة مشهورة جدا فيلم اتعمل اسمه 1 مليون دولار بيبي لكلينت ستود لعبة ملاكمة أصيبت بشال الرباعي لما وقعت بشكل خاطئ بعد مباراة ملاكمة في آخر مباراة ملاكمة اتحط لها الكرسي غلط فخدت ضربة راحت نازلة برقبتها على طرف الكرسي راح كسر لها الفقرة ما بين الخمسة والستة تقريبا أو رابعة والخمسة فحصلها كوادربليجيا خطر جدا وماتت بعد كده يعني. خطر جدا طبعا ممكن يسبب وفاة لأن هي بتعتمد الإصابة وشدتها على إيه بقى على الليفل اللي حصل فيه المشكلة ان انا معايا الفقرات بقى من اول فقرة الاولى والتانية والتالتة لحد الرابعة المنطقة دي خطيرة جدا لان اي اصابة لحد الفقرة الرابعة دي بتأثر على العصب اللي هو بتاع الفرينك نيرف اللي هو العصب اللي بيشغل الحجاب الحاجز فبيعمل شلل في حاجتين العضلات اللي هي مسؤولة عن التنفس اللي هي الانتركوستال ماسلز والديافرام اللي هو مسؤول عن الحركة بتاعة الرئتين الحجاب الحاجز فدايما الواحد بيموت من ايه بقى انه لازم يتحط على جهاز تنفس صناعي لان مفيش او يتعمل له تراكيوستومي او اللي هو الشق الحنجري ويبدا يتحط على ميكانيكال فنتيليشن يعني هو ده لازم يتعمل له تنفس لان ما عندوش عضله اللي بتشغل التنفس فلازم يتحط عليه فالاصابات ما فوق الفقره الخامسه الفقره الرابعه لحد الخامسه دي بتبقى اصابات قاتله الحقيقه طيب ما بعد الخامسه وانت نازل هنا بتعمل اصابات في الحركه وبتتوقف برضو عليها لو انا عندي الفقرة الخامسة والستة ها ممكن الايد يبقى فيه شوية حركة في الكتف لكن الايد نفسها ما اقدرش امسك بيها طيب لو انا عديت الفقرة الخامسة ونزلت عند الفقرة الستة ممكن اقدر امسك بايديا ولكن النص التحتاني ما بيتحركش وفقدت الاحساس فقدت الحركة وفقدت التحكم في البراز والاخراج والوقفة مش قادر والحركة مش قادر وحركة الرجل مش قادر حركة. فاصابات الحبل الشوكي بتبقى خطر جدا اشهر سبب بقى بنتكلم فيه وده من الاسباب اللي هي علاجها سهل اللي هو الانزلاق الغضروف العنقي بيجي من القعده الغلط من الشيله الغلط من البوزيشن الخاطئ بتاع الرقبه سواء في النوم او في القعده او في الشغل او اصابه من اصابات الطرق اللي احنا بنتكلم عليها العربيه اللي ماشيه بسرعه الفرمله اللي بسرعه الويبلاش انجري دي بنشخص العيان واهم وسيله للتشخيص هي اشعه الرنين المغناطيسي بعد الفحص الطبي يعني احنا بنفحص وشخصنا المريض بتاعنا عنده اصابه في الرقبه خلاص هنعمل رنين مغناطيسي الرنين المغناطيسي بيبين بقى المشكله لو انا عندي غضروف واحد الموضوع بيبقى سهل يعني هو غضروف ممكن الموضوع يتحل واخد بال حضرتك لو خدت علاج ولبست رقبه وعملت بعد كده شويه علاج طبيعي او شد الفقرات العنقيه ممكن يجيب معايا نتيجه كويسه طب لو انا عندي اكتر من غضروف وضغط على الحبل الشوكي او عندي غضروف منفجر ولمس الحبل الشوكي هنا كلمة غضروف منفجر أو اللي في التقرير بتاع الأشعة يقول لك ديسك هيرنيشن كلمة ديسك هيرنيشن أو رابشر ديسك لا ده الموضوع هنا انتقل من الطريقة العلاجية بالأدوية إلى لازم تدخل جراحي التدخل الجراحي في الرقبة حصل فيه تطور رهيب جدا أولا معظم الجراحات اللي بنعملها في الرقبة النهاردة بقت كلها يا إما جراحات ميكروسكوبية أو جراحات بالمناظير يعني جرح صغير بتاع سنتي ادخل منه وبواسطة الحاجات اللي احنا شايفينها معانا هنا كده اقدر افصل التركيبات اللي موجوده في الرقبه يعني الاول بنعمل تشريح للرقبه نفصل العضله بعد كده نفصل الشرايين والاوعيه الدمويه واجيب القصبه الهوائيه والمريء للجنب واحافظ على الاعصاب اللي هي ماشيه من فوق لتحت وابدا اركب حاجات مبعدات معينه كده بحيث انها توجد لي مساحه اقدر اشتغل من خلالها لحد بوصل على الغضروف لما بوصل على الغضروف بيحصل هنا كده انا بحدد الغضروف ده بالاشعه يعني انا ما ينفعش ادخل على غضروف عنقي من غير اشعه جوه اوضه العمليات جهاز الاشعه السينيه اقدر من خلاله ابقى دقيق جدا في تشخيصي وفي المستوى اللي انا هشتغل عليه لان في بعض المشاكل بتحصل ازاي
لو في غرفه عمليات غير مجهزه ممكن الدكتور يدخل جوه ويشيل غضروف تاني مش هو المصاب، لكن مع وجود الاشعه دي ببقى عارف انا انه مستوى بدخل عليه. هدخل على الغضروف واحدده بالظبط وابدا اشتغل. الاول بنعمل تفريغ للغضروف نفسه. في ناس تهيألها ان انا اشيل بس الجزء البارز من الغضروف، ده الحقيقه مش صح، لان انا لو شلت الجزء البارز فقط من الغضروف في ما هيرجع جزء تاني يبرز، ما في جزء تاني هيرجع. الحاجه الثانيه الغضروف العنقي غير القطني. الغضروف العنقي انا اول ما بدخله انا بدخله من مؤخرته، مش من عند ناحيه العصب. انا الغضروف في الامام اهو والحبل الشوكي ورا، وده الاسلم ان انا ادخل كده واشيل الغضروف خالص. اخر خطوه عندي في العمليه ان انا اشوف العصب او الحبل الشوكي، واخد بال حضرتك؟ العمليه هنا بتتم في مراحل. المرحله الاولى مرحله ان انا اوصل للغضروف، المرحله الثانيه ان انا هشيل الغضروف. طب شلنا الغضروف وبعدين كنا لفتره معينه بندخل نجيب عظم وبنركبه مكان الغضروف عشان نعمل التحام للفقرات. في حاجات تانية زي كده، ده بنسميه قفص غضروفي من انواع كتيره جدا. في منه معدني وفي منه سيراميك وفي منه كربوني وفي منه بقى الحاجات الحديثه اللي هو الاكريليك والبيكيج والحاجات دي كده. ده بيدخل بيركب بيملى المسافه مكان الغضروف، وده بيعمل نوع من الالتئام ما بين الفقرتين، ويسمح برضو ويحافظ على الحركه بتاعه العمود الفقري. ساعات نحتاج ان احنا نحط بس الغضروف فقط البديل ده او المركب الغضروفي، او نحتاج نركب كمان معاه شريحه. لو انا عندي كانت اصابه بقى زي خبطه في الرقبه او حادثه، او لاحظت ان الغضروف ده متعدد وفي عدم ثبات في الفقرات، يبقى ساعتها انا بدخل كمان علشان اعمل تثبيت بحاجه اسمها مايكرو بليت، شريحه داخليه. زي هنا كده احنا كده بينا الغضروف اهو، ودي الغضروف التعبان. خلي بالك بقى الغضروف هنا خرج ضغط ضرب الحبل الشوكي على طول هنا. طيب لما بيضغط على الحبل الشوكي بيعمل فيه هنا بنسميه اندنتيشن، انا ضغط عليه بصمه، البصمه اللي على الحبل الشوكي. لازم ادخل بقى بالطريقه دي، بندخل الاول نفرغ نفرغ الغضروف، لازم اشيل اهو اشيل 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 الى ان خلاص انا بعت الجزء ده خالص عن الحبل الشوكي. في زوايد عظميه اللي كنا بنسميها الخشونه باستخدام بقى اجهزه زي الدريل، عارف زي الدريل كده اللي هو الايه الحفار اللي احنا بنستخدمه في الاسنان كده، عندنا منه مايكرو. ها ابدا ادخل وافرغ كل الزوايد العظميه وابدا اخد مقاس وابدا اركب الغضروف البديل بتاعي او التركيبه البديله. دي اشكال منها اشكال كتيره الحقيقه ونوعيات مختلفه كتيره جدا، بس في الاخر هي دي احدث تقنيات علميه موجوده النهارده. كانت المشكله بتاعتنا في الرقبه كانت زمان كبيره. ليه؟ منطقه حساسه جدا وكميه اعصاب طالعه ونازله. كان دايما الدخول انترنس بتاع الجراحه نفسه كان دايما مخيف مقلق. طبعا لان كان دايما احنا كنا بنتجنب الدخول من هنا، احنا هنا بندخل من الامام. بس السكه دي كانت كلها مشاكل. انا عندي شرايين طالعه واورده واعصاب والمريق والقصبه الهوائيه والكلام ده كله، فكان الناس زمان بتستسهل تفتح من ورا. الفتح من ورا النهارده خلاص بقينا 80 الى 90% من عملياتنا بنعملها من الامام. حتى توسيع القناه العصبيه بنعمله من الامام لما يبقى في غضاريف متعدده. بنلجا بس للتوسيع من الخلف لو انا تعذر دخولي من الامام. تعذر يعني انا عندي مشكله هنا مش عارف احلها، فبدخل بقى من الخلف اوسع اعمل توسيع، لكن ما اقدرش اشيل الغضاريف. زي في حالات مثلا تكلس في الغضاريف كتير جدا او ضيق شديد جدا في القناه العصبيه او بدا يحصل ضمور في الحبل الشوكي، يبقى انا بعمل توسيع خلفي بيحل 70 80% من المشكله، مش بيحلها كاملة بس بيقضي لي الغرض وبيجنبني عملية طويلة أو عملية كبيرة. إذن أصبحت التعامل أو أصبح التعامل مع الغضروف العنقي آمن لحد كبير. بكتير جدا بكتير جدا، مع إن هذه العملية عملية من العمليات الكبيرة والخطيرة والعمليات الدقيقة جدا بقى. ودي اللي بتخلي الناس دايما يقول إيه، أصل دايما كانت عمليات الرقبة من العمليات المرعبة الحقيقة، واللي كان بيجيله غضروف عنقي كان بنسبة كبيرة جدا بييأس ان هو يلاقي له حل جراحي. احنا الحمد لله رب العالمين مع وجود التكنولوجي الموجودة وموجود الخبرة وموجود العلم بنقدر نحل هذه المشكلة. العملية دي كان في وقت من الاوقات عشان نعملها بناخد 6-7 ساعات. النهارده الغضروف الواحد بياخد 40 دقيقة، يعني ساعة الا ربع نكون مخلصين العملية ومخلصين الغضروف. ولو تعدد الغضروف غضروف 2-3-4 لحد 5 غضاريف
بقينا بنقدر نعملهم باستخدام المنظار الجراحي من الامام. يعني دي كانت معضله كبيره جدا. يعني لو احنا انتقلنا من العنق الى الام عرق النسا، هننزل تحت شويه. عرق النسا هو الالم اللي هو بيجي في المنطقه بالفخذ بالرجل الاسفل لحد ما يصل الى كعب الرجل او الاصابع بتاع الرجل. وعرق النسا ده دي تسميه لطيفه قديمه جدا، يعني من بدايه القرن ال 19 كانوا بيسموها كده لما كان بيحصل الالم في السيدات اللي كانوا بيشتغلوا بيوطوا بيشيلوا حاجات تقيله، او بعد الحمل، يعني الواحده مع الحمل ها والبيبي بيبدا يكبر ويسقط في الحوض، فكان بيضغط على العصب اللي نازل على الرجل، فتلاقي واحده ماشيه بتعرج او مش عارفه تاخد قامتها، فيقول لك ده اسمه عرق النسا، لانه فعلا بيقول لك انا حاسس ان عرق مشدود او حبل مشدود في ظهر، لان بتفقد ساعتها المقدره على الحركه بتاعت رجلها. يعني نيجي نبص كده تلاقيه واخد بادئ من منطقه الحوض بالفخذ ونازل على الرجل تحت، يوصل بقى لمؤخره الساق، ينزل للسمانه بتاعت الرجل، ينزل لكعب الرجل، ينزل لحد صوابع الرجل. ده اللي احنا بنطلق عليه عرق النسا. عرق النسا الحقيقه هو مش قاصر على الستات، لا ده بيجي في السيدات وبيجي في الرجاله. معظم الحالات بشوفها رجاله. يعني معظمها، يعني هو مشاكل العمود الفقري اكتر في السيدات عن الرجال. يعني 60% سيدات و40% رجاله. برغم ان الرجاله بيشيلوا حاجات تقيله وبتاع، بس زي تكرار الفعل والعمل المستمر والتوطيه والكلام ده كله في السيدات بيعمل تاكل في الغضاريف اكتر. ومع وجود الحمل والضعف ونقص الكالسيوم والجسم بيضعف، بيحصل وهن في العظم، وهن في الاربطه، فبيبقى عرضه لوجود الغضاريف اكتر. واخد بال حضرتك؟ المشكله دي خلاص بقى احنا دخلنا فيما يسمى عرق النسا او بنسميه الام العصب الوركي. طيب هل كل عرق النسا او الام العصب الوركي اللي بينزل في الرجل جاي من الغضروف؟ لا طبعا، في حاجات تانية كتير جدا. يعني ممكن يبقى التهاب فيروسي او التهاب ميكروبي، ممكن يبقى وجود تكيسات على المنطقه بتاعت الحوض يلمس العصب وهو نازل، ممكن مشاكل في الرحم نفسها تعمل كده، ممكن مشاكل في الفقرات نفسها ان الفقره متحركه من مكانها، وده ما يسمى التزحزح الفقاري. التزحزح الفقاري يعني الفقرات ربنا خلقها فوق بعضها مرصوصه وقويه جدا، مع حركه غلط، مع توطيه، مع شيل، يحصل كسر في جزء اللي هي بنسميها القاعده بتاعت البيديكل اللي هو بتاع الفقره. القاعده بتاعت الفقره دي الفقرات بتاعتنا متعشقه ببعضها كده، لان انا ربنا مش خالقها بمسامير وصواميل، ده خالقها ان العظم بيشبك في بعضه وهو ده اللي بيديله الثبات والقوه بتاعته. ساعات مع حركه غلط، مع وقعه، وخاصه في وقعه شهيره جدا في السيدات بالذات اللي هي مع الحمام الزحلقه في السيراميك او الرخام ونزلت وقعه، او الزحلقه بتاعت السلم، او المطب جامد في العربيه، ودي بقت كتير قوي. يعني يقول لك انا خدت مطب جامد اتشلت واتهبت في العربيه، ها نزلت تك كده، انا حسيت ساعتها ان انا كهربا ضربت في رجلي او في ظهري. الام العمود الفقري ممكن تبقى على مستوى الظهر بس في البدايه، والرجلين مفيش اي مشكله، وممكن تبدا في البدايه في الرجل بس والظهر مفيش مشكله، بس الاثنين في الاخر بيلتقوا مع بعض. لو بدات في الظهر بتكمل على الرجل، لو بدات في الرجل بيجي بعد شويه الظهر، وممكن تيجي على الناحيتين. الاعراض دي بتبقى فيها مشاكل كتيره جدا. الالام الغير محتمله، الاحساس بالخضر او التنميل، او ان بقى رجلك دي جزء مش منك، او حرقان جامد جدا، بحس ان زي الكهرباء ماشيه. في ناس بتوصف تقول لك زي ميه مغليه تحت جلدي. الميه المغليه تحت الجلد دي معناها العصب، ها. او نوصل لمرحله بقى تانية بتبقى اصعب، اصلا انا ما بقدرش اتحكم في نفسي في الحمام، البول بيسبقني، او بعد شويه ما عادش بحس بيه، او نفس الكلام بالنسبه للبراز، يبدا في الاول احتباس بعد كده ما بحسش بيه، او ان انا مش حاسس بالنص التحتاني كله، وخاصه المنطقه بتاعت العجان ومنطقه الحوض والاعضاء التناسليه ما بحسش بيها، بحس انها واخده حقنه بنج، او زي اللي بيبقى واخد بنج نصف كده، انا ما عادش بحس رجلي بتموت مني. ها بيوصل الكلام ده لحد الرجل من تحت، كفه الرجل، الصابع الكبير، الصوابع الصغيره. ساعات بقى بتزيد المشكله ان انا خلاص بقى تتدهور، بتدهور، ان انا رجليا ما عدتش بعرف اتحرك بيها، ده انا ما عدتش بقدر اطلع السلم، ده انا بتكعبل كتير، ده انا الشبشب بيهرب من السليبر او الشبشب بتاعي بيتخلع من رجليا.
ها ده انا لما اجي ادوس في مره بالعربيه مش عارف ادوس بيه، وياما حصلت حوادث بسبب ان انا رجليا مش عارف ادوس الفرمله، اصل الرجل بقت سايبه. هي الفكره كلها ان انا رجلي على البنزين ارفع على الفرمله هي حته واحده، لا ده انا عشان ارحب وسقطت الرجل عشان احطها تاني خدت وقت، واللحظه بتفرق في هذا الكلام. فياما ناس اتسببت لهم في حوادث، ياما ناس عندهم مشكله في الاحساس على فكره، عندهم مشكله في السواقه رهيبه، لانه هو غير الحركه يعني، هو عنده مشكله في الاحساس. الديب سنسور لوس لو شال رجله من على البنزين ممكن يرجعها تاني على البنزين، هو مش عارف هو مش عارف هي رايحه فين. مش عارف. وساعات يحصل وهن في العضله، ما هو اصل الكلام ده كله بيصاحب ضعف في العضله زي ما قلنا، مشكله في الاحساس الجزء الحسي ومشكله في العضله. العضله نفسها هي اللي بتشد وهي اللي بتطلع، الحركه دي حركه معقده جدا، انا عشان عضله تنقبض قصادها واحده تانية بتنبسط وتفك. ساعات الخلل يحصل فتلاقي الرجل كلبشت في بعضها وتحصل هنا الايه المشكله والحادثه. الحقيقه دايما يعني لازم نفكر بقى، انا عندي مشكله في الم في ظهري، طيب انا امتى اروح احلها؟ ما لو الالم بقى زياده، الالم بقى معيق ليا في حياتي، مش عارف انام، مش عارف اقعد، مش عارف اشتغل، بقى معوق في شغلي، بغيب من شغلي كتير، شغل بيتي او الحاجات المطلوبه مني مش قادره، طب انا المفروض اتوجه للطبيب بتاعي. طيب في ناس ربنا مديها قوه احتمال وصبر، او بيقضيها مسكنات وبيقضيها شويه حاجات طبيعيه كده، شويه زيوت على تسخين على قربة على راح عمل حجامه، الحاجات دي ممكن تريحني فتره لكن مش حل للمشكله. لازم ندور على اصل المشكله جايه منين. لو القضيه في الغضروف بنقول 80% الى 90% ممكن يخف بالعلاج، بشرط ان يكون في مرحله متقدمه بدري، قبل ما الموضوع قبل ما الغضروف يخرج بره، قبل ما الغضروف يتيبس او يحصل له جفاف كامل، قبل ما يحصل تزحزح فقاري. لان لو الغضروف تاكل الحمل هيبقى على العظم، العظم هيبقى يسيب من بعضه، الفقره تتحرك، ولو فقره في العمود الفقري اختلت وتحركت بتبدا تعمل خلل في العمود الفقري. ناس كتيره جدا حركة بتشوفه ماشيين بجنب، والقصه هو غضروف، الغضروف ده ربنا خلقه يشيل الفقره ويشيلها متوازنه. طب تخيل لو الغضروف ده جزء منه هبط، فالفقره تميل، الجسم عايز يعدلها، تبدا العضله تشد، يسبب الام رهيبه جدا، وفي نفس الوقت انا مش عارف اعدلها. ها طيب باجي امشي مش قادر امشي، بمشي 100 متر وغصب عني انا مضطر ان انا اقعد، مش قادر اتحكم في حركتي، مش قادر اتحكم في الاخراج بتاعي، الحياه بقت صعبه جدا، بدا يحصل مضاعفات. طب ما انا هنا روح للدكتور يعالجها لك، بلاش اروح للي بيقول لك اصل بيعمل حجامه وخزام وكوي بالنار وكلام من ده. الموضوع في عصب، والعصب بقى مضغوط، يعني في بعض الاحيان الحاجات البسيطه دي بتنفع، بس انت لو رحت للدكتور ما هيحلها لك من غير عمليه. الناس فاهمه انك انت كمتخصص في جراحات العمود الفقري مجرد ما تشوف المريض هتقول له عمليه، لا خالص. يعني انا شخصيا باصر ان احنا نجرب العلاج حتى لو وصلنا لمرحله العمليه، لما ببقى شايف ان في امل حتى لو 10% ما انا بمشي وراه، ولو اتحسننا بالعلاج خير وبركه ونكمل. لكن ساعات لازم نوصل للمرحله دي. المرحله دي بقى دي مرحله اللي بنسميها مرحله تانية، العلاج مش نافع معايا لكن ممكن العمليه تنفع معايا. العمليات النهارده بنعملها جراحات حديثه جدا، جراحه ميكروسكوبيه، بندخل احنا عارفين المشكله فين وعارفين حلها ازاي، بنجيب خلاص. العمليه بيتم فيها شويه حاجات، يعني لو قناه ضيقه ما انا بوسعها، لو مخرج العصب مقفول ما انا لازم اوسع على مخرج العصب، العظم بتاعي بقى ضعيف او عندي غضاريف متعدده، انا هنا شايف بعمل توسيع وبشيل الغضروف اهون وبشيل الضغط اللي على العصب، خلاص انا حليت المشكله، الضغط اللي على العصب اتحل، القناه العصبيه انا وسعتها، فاضل حاجه واحده بس، لو العمود الفقري قوي ومتماسك انا القصه بتاعتي انتهت لحد هنا. طب لو انا عندي ضعف في العمود الفقري انا الجأ لتثبيت، لازم اثبت، لازم اثبت او لازم اركب حاجه التثبيت هنا. دي بقى من الحاجات الحديثه جدا في التثبيت اللي احنا بنسميها الدعامات، والدعامات دي هي افضل من الشرايح والمسامير، لان دي ايه بتسمح ان الجسم اولا ما بيتفاعلش معاها الجسم بسهوله، الحاجه الثانيه قوتها اعلى من الشرايح والمسامير، الحاجه الثالثه بتحافظ على الحركه بتاعت العمود الفقري، يعني بقدر اتحرك، بقدر اوطي، بقدر اشتغل. الحاجه الرابعه الديناميكس بتاعتها، الهندسه الديناميكيه بتاعتها اتطورت جدا، هي معموله بتكنولوجيا عاليه جدا.
الحاجة الرابعة بمنع وجود التصاقات بعد العملية، لأن وجدنا أن سبب كبير جدا من أسباب الغضروف المرتجع هو الالتصاقات، والالتصاقات دي بتيجي لما بيحصل عدم ثبات في العمود الفقري. أنا شلت الغضروف وشكرا، أنا فرحان أنا رحت عملت عملية بالمنظار وأنا شلت الغضاريف والعمود الفقري بقى ملخلع سايب، ها مع الحركة ومع الوقت وبتاع 6 شهور لسنة خلاص حصل تليفات، تقفل القناة العصبية من جديد، ألم رهيب جدا. وده اللي بيخلي ناس كتير جدا تقولك أنا حصل عندي فشل في العملية بعد ما كنت كويس. أيوة، ما هو الجسم شغال جوه بيكون التصاقات وتليفات، هتقفل على العصب. لما بنعمل بقى الدعامات أو التثبيت بتاع الفقرات دي بتمنع الحتة دي، لأن أنا محافظ على المسافة بتاعة الفقرات وعلى قوتها، ما بيحصلش احتكاك. الاحتكاك بيعمل التهاب والالتهاب بيعمل تليف، لأن هي دايرة. أنا منعت الاحتكاك ومنعت الالتهاب ومنعت التليف. طيب هو الموضوع سهل أو بسيط كده؟ لا، ده احنا بيبقى عندنا ورشة عمل، ورشة عمل اهو، يعني دي علبة هي دي علبة اللي بتيجي من الشركة، دي المسامير أو الدعامات اللي احنا بنحطها، بيبقى عندنا مقاسات كتيرة جدا جدا جدا، يعني المقاس الواحد بيختلف في طوله وفي قطره وفي عمقه. يعني أنا داخل دبس قد إيه وادخل عشان اصلح العمود الفقري، انا عارف الديناميكيه بتاعت العمود الفقري وابدا اختار المريض، ابدا بقى ايه انا اخد الوضع بتاعي. المريض يتحضر كويس جدا قبل العمليه، بيتعمل له اشعاعات وابحاث وفحوصات ورسم قلب وكل الكلام ده كله. وفي الايام دي كمان بنهتم جدا بموضوع ما بعد الكورونا، لان الناس اللي جات لها ومعظم الناس هتجيلها كورونا، معظم الناس اللي جات لها كورونا والكلام ده كله بيبقى عندهم وهن عضلي جامد جدا وضعف في العضلات، فده بتزود الالم. يعني كورونا من الحاجات اللي هي زودت الألم، وقلة الحركة وقلة الرياضة وقلة الكلام ده كله زودت الموضوع، وناس كتيرة جدا مع قلة الحركة الوزن زاد، فدخلنا في مشكلة. فأنا النهاردة بقى عندي عوامل كتيرة جدا تخليني لازم أفكر في العمود الفقري، إن أنا إزاي أمنع الضعف بتاعه وإزاي أمنع إن الغضروف يرتجع. طيب هو ارتجاع الغضروف ده فشل في العملية ولا فشل في الجراح ولا فشل في المريض؟ هي مجموعة حاجات مع بعض، بس مش لازم تكون فاشل. يعني مش لازم تكون الجراحة كانت وحشة عشان كده الغضروف رجع، ما احنا جسمنا احنا بنستهلكه تاني، فوارد ان يعمل مشكلة تانية. لكن دايما المريض الناصح هو بياخد التعليمات اللي بعد العملية. يعني لما اقول له ايه بعد العملية، لازم الاول نقوي العظم، لو عندي هشاشة، لو عندي نقص في فيتامين د، نقص في الكالسيوم، نقص في المغنيسيوم، نقص في الكتلة العضلية، محتاج جلسات علاج طبيعي، محتاج تأهيل، محتاج حزام، حتى حزام أسند بيه لمرحلة معينة بعد العملية بيساعدني المريض في كده. طيب مريض عمل عملية وهو وزنه زيادة وكان بيتألم، قبل العملية أقول له إيه؟ عايزك تخيله، ما أنا مش عارف أتحرك. طيب أدي إحنا عملنا العملية، تعال بقى نتحرك. أصلا أنا بتحرك ببقى تعبان، ما هو لازم هتبقى تعبان لأن أنت شايل حمل زيادة. يعني نقلل الوزن بتاعنا علشان نحافظ على صحة العمود الفقري بتاعنا. طيب عشان ما نزودش عامل، اذا كنت انا عمودي الفقري عامل يمكن تفاديه بيزود مشاكل، اذا كنت عمودي الفقري ضعيف وعملت عمليه كويسه ورجعت اشيل تاني وامارس نفس الاخطاء اللي كانت هترجع بتؤدي بالظبط، هو ده اللي بيحصل، ديسك تاني هيتقصر. لازم احنا اتفقنا ان هو انا ما عنديش غضروف واحد في جسمي، انا عندي 24 غضروف في جسمي، 24 قرص غضروفي، وزي ما حصل في الظهر بيحصل في الرقبه. واحنا بنتكلم ان 60% من مريض الغضروف بتاع العنق عنده غضروف في ظهره، و 60% من مريض غضروف ظهره عنده غضروف في رقبته. عامل هي العوامل المساعده، حركه الغلط، ضعف العضلات، وهو هو ضعف الجسم نفسه، وفي عامل كونجينيتال اعتقد، لانه في عائلات كده، احنا عندنا عائلات وفي عندنا عوامل وراثيه. يعني احنا عندنا في عوامل وراثيه وفي عندنا عوامل بيئيه. هي دايما الغضاريف عندنا في الاجواء الحاره بتبقى اكتر، لان بيحصل نوع من الجفاف وعدم تعويض بالسوائل. عشان كده في مدرسه جامده جدا في الام العمود الفقري، انك تشرب ميه كتير جدا عشان المك يقل. ده في ناس بتبقى مشكلتهم في خاصه في الهشاشه ان ما بيشربش ميه ولا سوائل، وخاصه في السيدات. عشان كده المنا في العمود الفقري ممكن تبقى في رمضان اكتر لما بيحصل جفاف وما بعوضش بقى. وفي نفس الوقت عندنا بينا بنكتشف ان في عندنا حاجات كتيره ما كناش بنديها اهتمام زمان، زي مثلا فيتامين د، ده احنا بدانا نهتم بيه من 2-3 سنين،
مع ان ضعف فيتامين د بيأثر على كل الكيمياء بتاعت الجسم بتاعي، وبتضعف العمود الفقري وبتضعف الاربطه وبيعمل ارتخاء في الـ 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 الحلقه الغضروفيه، ها المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم كل الكلام ده كله. كان زمان الناس تهيالها لما تعمل تحليل كالسيوم في الدم يلاقي الكالسيوم عالي يقول لك انا حلو جدا. المرض هرمون ممكن يكون هو ده، هو ما يعرفش ان هو العظم بيدوب بيدوب وبيطلع كالسيوم دم وبيرمي الكالسيوم في الدم. في حاله المرض هرمون العالي كده ده الانسان بيبقى قعيد. بتواجهنا المشكله ان مثلا يروح لدكتور مش متخصص او حد مش ممارس يعني ممارس عام او كده، يقول له بص ده الكالسيوم عندك زي الفل، ده انت كالسيوم طالع من 9 ل 10 ده انت زي الفل، ده يا عم ده انت 10. الهايبر بايروثيرويديز بتعمل كده بالظبط، الباراثيرويد يطلع هرمون الجر الغده جرده رخيه ياخد الكالسيوم من العظم يطلعه في الدم، ودي بقى كارثه. والنهارده بدانا نكتشف هذا الكلام، وعشان كده بنقول دايما الجراح بيبقى ملم بالمشكله كلها، القصه مش العمليه. انا في واحد يبقى محتاج العمليه يقول لا طب استنى بقى لما نظبط الموضوع، لو عندي هشاشه متقدمه ما مش هينفع ادخل اعمل الكلام ده كله. طب لو عندي هشاشه في فقره واحده او فقرتين، في عندنا حاجه اسمها حقن جوه الفقره، انا بحن جوه الفقره ماده زي الاسمنتيه او الاكريليك كده تمسك زي السيراميك كده امسك بيها الفقره. طب لما يبقى هشاشه بقى متقدمه واخد العمود الفقري كله، الحقن هنا مش هيفيدنا. يعني احنا هنا مثلا في الفيديو ده عندنا فقره حد كان عنده هشاشه، الفقره اتطبقت على بعض الم رهيب جدا وعدم مقدره على الحركه، ومش محتاج ان انا ادخل اعمل عمليه كبيره، ده انا ممكن اعمله عمليه صغيره بسيطه، ادخل تحت جهاز الاشعه وبعملها تحت بنج كلي برضو، ادخل جوه جسم الفقره واحقن الماده اللي انا حقنتها دي، الماده البيضة دي ماده اسمنتيه اسمنت طبي زي اسمنت طبي كده، ادخل وفي نفس الوقت انا بحط المريض في بوزيشن معين وضع معين يفرد الفقره، فبملى كل الفراغات اللي هي بتاعه التكسير اللي كان موجود ده، خلاص انا رجعت الفقره لقوتها. بس ده بيحصل افضل بعد الحوادث والاصابات، حوادث الطرق واخد بالك، او واحد ضط من مسافه حصل كسر في الفقره واتطبقت. لكن لما يبقى مريض مثلا عنده هشاشه متقدمه في العمود الفقري ما تنفعش. الناس اللي بيجي لها اورام جوه الفقرات، يعني الاورام السنويه جوه الفقرات، لو على قد ورم واحد اقدر اعمله فقره واحده، بس المشكله لما يبقى الورم متعدد والفقرات اللي جنبها برضو مصابة أو فيها هشاشة، لو دخلت أنا وعملت الحقن ده أنا ممكن أضر الفقرات التانية وأكسرها، لأن أنا هجمد الفقرة دي وتبقى قوية والتانيين أضعف، فأنا بشغلي أنا هبدأ أتلف الفقرة اللي فوق واللي تحت. فدايما الموضوع بيبقى قايد الدراسة، يعني مش كل الحالات تعامل نفس المعاملة ومش كل القرارات بتبقى واحد، في تدخلات بسيطة جدا ممكن نعملها، في حد اصلا ما ينفعلوش عمليه بقى، ودي شريحه كبيره من الناس، يعني مع سن متقدم كبير جدا، مع هشاشه عاليه، مع مشاكل في الكبد زي مثلا التليفات المتقدمه في الكبد، بيبقى عنده السيوله بتاعه الدم عاليه جدا ونسبه النزف عاليه قوي، حد عمل عمليه في القلب توسيع صمامات وشرايين وحاله القلب الكفاءه بتاعه عضله القلب 30 و40%، ما ده ما يحتملش عمليه، وانا لو دخلت اوضه عمليات انا باذيه بضره. ممكن هنا بقى بنستبدل بحاجات بسيطة، إن أنا بعمل له علاج اسمه علاج ألم وليس علاج الغضروف ولا علاج القناة الضيقة ولا علاج تثبيت الفقرات، الموضوع مختلف تماما. أنا بحاول أوجد له مدة زمنية يعيشها بدون ألم، لكن الألم هيرجع؟ آه بيرجع، ونضطر ندخل تاني. ممكن نعمل حقن جوه الفقرات، ممكن نعمل تردد حراري، ها ممكن نعمل حاجة بنسميها نيرف بلوك، يعني عصب معين كده نعمل له نوقفه انه يشتغل، بنحاول زي ما بنقول كده عارف زي الم الاسنان كده، ساعات لما بيبقى عنيف قوي الدكتور بيموت العصب، يقول لك احنا بنموت العصب، ساعات احنا بنعمل كده، احنا كنا بنحقن ماده كده زي الفينول وحاجات زي كده، والنهارده بقى بالتردد الحراري بنعمل ده، نقدر نوقف انتشار الالم جوه العصب. يبقى المريض انا ما عالجتوش، ما خففتش الالم، ما خففتش المرض بتاعه، لكن انا قللت الالم بتاعه بقى يحتمل، او وصلته لمرحله ان الالم ده بدا يستجيب تاني للعلاج، لانه كان قبل كده بياخد مخدرات وما بيستجيبش. الادويه معظم الحاجات المخدره داخل الجداول والعثور عليها صعب ومضاعفاتها اصعب. اه طبعا، وفي نفس الوقت من حق الانسان ده ان هو يعيش بدون الم، يعيش حياه هادئه، وده بنسميه علاج الم. اه لان الناس بتخلط يقول لك ايه هي الحقنه او حقن العمود الفقري والتردد الحراري،
انا عايز اعمل الغضروف بتردد حراري. الغضروف ما بيتشالش بتردد حراري، ما فيش حاجه اسمها كده. ده تردد حراري من علاجات الالم، وهي علاجات طبعا بنعملها ومعترف بيها. قسم دلوقتي اقسام بس طبيعي. لها وقت ولها مريض معين ولها طريقه معينه، وهي مخصوصه بمده. في ناس تهيالي يقول لك انا هعمل تردد حراري يقعد معايا سنتين ثلاث سنين خمس سنين، وفي ناس بتروج لهذا الكلام. اصل انت مجرد ما عملته وبعد اسبوع او اسبوعين ورجع لك الالم هتعمل ايه تاني؟ هترجع للي عمل لك ده؟ طب ده انت ليك جلسه تانية وحقن تاني وحقن تالت وحقن رابع. لكن لما المريض بيبقى من البدايه على وعي وعارف ده اسمه علاج مؤقت للالم عشان تقدر تتعايش وتتعامل في حياتك اسبوع اتنين تلاته شهر، ممكن يقعد معاك ست شهور بس مش دايما. نورت وشرفت. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القيم العلمي الكبير الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. قبل ان نذهب اؤكد لكم انه لا يوجد كريم يعالج الانزلاق الغضروفي، وكل ما ترونه على الشاشات اللي هي مش اكيد من النايل سات، بتبث من بره مصر، هذه الشاشات تبث معلومات خاطئه وتبث مجموعه من النصابين بيروجوا ان هناك كريم بيعالج الانزلاق الغضروفي. ليس هناك كريم يعالج الانزلاق الغضروفي. اي طالب في سنه سته كليه الطب عارف هذه المعلومه بشكل مؤكد. فيعني ارجوكم اوقفوا هذا الهراء الكلام للي يقدر يتعامل مع هذه المشكلة، لأنها للأسف من خارج مصر. لكن أعتقد أنه أجهزة الدولة بتقوم بدور كبير جدا، في جهاز عظيم في الدولة اسمه جهاز حماية المستهلك، الجهاز ده بيقوم بدور عظيم جدا، بس علينا احنا كمواطنين أن احنا نتواصل مع هذا الجهاز ده من جهة، وعلينا احنا كمان يكون عندنا الثقافة اللي ما تخليش النوعية دي تنصب علينا. ضيف العزيز نورت الدكتور، أشكرك، خليكوا دايما مع دكتور. أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه، ومنها الاطمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة، وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف، كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار، وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية، لأنه قلة التكلفة ممكن يكون معناها رداءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر، وده معناه تكاليف مضاعفة. وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات. أهلاً بيكم. في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن ال 500,000 حاجة، يعني مش هم دول بس الـ أول حاجة الفيديوهات أو السوشيال ميديا، والفيديوهات اللي فيها نوع من أقول إيه عدم التركيز، لأنه ساعة لما يكون إنسان في حالة سعادة في حفلة في مع أصحابه، في حاجتين في الغرب بقى، في كمان كارثة اسمها الكحول، انه ناس بتشرب في ودي نصيبه سوده فبيفقد اتزانه، وبعدين بيصور، فهو بيصور هو مش مركز في هو فين، ايه اللي حواليه، صاحبه جنبه، هو بص للكاميرا، مقرب من حد مقرب منه، فبسهوله شديده هو في حته خطره، بيتحرك فين بالظبط، عينه على الكاميرا، انتم متخيلين المنظر، فبيخبط في حاجه تكسر له سنه، تكسر له سنتين ثلاثة. ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة، فتاة بريطانية، البنت ديت كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي، كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وبتاع، وفرحانين بالخروجة وفرحانين بالسهرة وعمالين بقى اللي يصوروا مش عارف ايه، وفجأة تتعرض كاتي إلى خبطة جامدة جدا وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيكي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين. طبعا اللي احنا شايفينه، خلي بالكم شوف الفرق في السنان، يعني
لو انتوا بصيتوا للصورتين هي ديت مش سنانها وقعت، سنانها في حادثه في خبطه في لحظه فقدت سنانها، بس مع ذلك تشوف الوش وكان الوش كبر فجاه، كبر فجاه. طبعا مع التكنولوجيا المتقدمه في عالم الاسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي. لكن ارجع اقول لكم تاني انه المخاطره بالسوشيال ميديا والفرحه طبعا والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطوره، يعني صورني يا باشا وانا مثلا بجري جاريه جامده جدا فوق بتاع كده واتزحلق واطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى اتشير بيها على اشوف بقى الريتشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني اصل انا ليا فولور، والنتيجه بتكون خطيره جدا بالنسبه للناس دول. يا اخي ما فيش مشكله يبقى لك فولور في اللبس في الشياكه في الفاشن، لكن بلاش في انك انت تكون مغامر او بتاع حركات خطره، لانه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع الثمن، من ضمن ممكن الثمن ده يكون اخطر كمان، يعني ممكن الثمن ده يكون ان انت يجي لك اصابه خطيره في العمود الفقري، لكن السنان ما هي برضو اصابه خطيره. النهارده حوار ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، النهارده الحوار سيكون بالتفصيل، والنهارده في نقاط جديده كعادته في عالم طب الاسنان، دايما الحوار بيكون مع واحد من ميجا ستارز السنان النهارده وطب السنان الممتع جدا مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه؟ لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وواحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهارده وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينيك من الناس دي، من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله، وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت في يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يا عيني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده بالظبط، وفي اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقيها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين، لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان. صح، هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز. صح، وماسكه بايديه الاثنين وهو على عجلتين. لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى الفولورز بتوعه. الفيديو بتاعه يعني بالظبط، فينشقلب مشكله بقى السنان دي ابسط حاجه في قصه الحادثه، ده في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي، النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. العضه، ايوه طايت. ايوه، ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضغ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضغ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي ضرس او سنه ناقصين
انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعالى نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان الناس تفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زياده في حتت من المفصلات عن الحتت الثانيه، نفس القصه بالنسبه لمفصل الفك. طب ده بيترجم بايه المشاكل بتاعته؟ بيبدا يحصل التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك باربطه جامد قوي من كل ناحيه، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدا الاربطه دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقه. طقطقه ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبه لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقه. طب ايه المشكله بتاعت ده؟ مشكلة ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدا يحصل تاكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عمليه وقصه ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طيب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمه، نمضغ بطريقه مظبوطه عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل، يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصه، يعني ما عنديش سنان معوجه. فلو عندي حاجه من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور، لو عندي صوت الطقطقه لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقه فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فتره ونبدا نشوف ليه الطقطقه دي حصلت، هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقص اسنان او حاجه زي كده، هل سناني معوجه، هل بجز على اسناني، ونبدا نشيل السبب بتاع المشكله دي. لو الموضوع تطور شويه بنبدا نعمل له حاجه اسمها رافع عضه. رافع عضه ده بيعمل ايه؟ لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل، راس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمه اللي بايت فيه راس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدا نرفع العضه عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مره ثانيه ويحصل له عمليه الالتئام الطبيعي. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عمليه ترقيع في المفصل الفك، وقصه احنا يعني عمر ما المفصل عمر حاجه بتاعت ربنا بترجع زي الاول طبعا. فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانها، ولو حصلت لا قدر الله بدات الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقه، او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله، او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن، يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه، لازم اجري على الدكتور عشان يلحق. عايز اروح لبرضه حاجه، استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه، الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه، يبدا يتطور يجيب العصب، بعد كده يعمل خراج حاد، بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم، ويتطور لحد الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه، يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام، يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده، ده كيس دهني، كيس دهني ده اتقلب بحاجه اسمها اوكي سي، اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عظم عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق، خسرنا الضرس كله اللي هو ده، بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع البكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي هي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله، يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه، فالسنه تتحرك من مكانها. في حاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله، الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي بيبعت يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد، عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل
الابسيليال سيلز دي في الاوضه كلها، ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده، ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني الاتنين تلاتة ملي الفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجة ان اي خبطة تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني، حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيرة، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا، هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم، شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ، حطينا العظم استنينا عليه 6 شهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. يبقى إذن استهتار بالتعامل مع الأكياس الدهنية قد يكون ثمنه غالي. المسكن مش هو الحل، انت شلت العرض. احنا عندنا الطب بيقول لك وي هاف تو ريموف ذا كوز، احنا لازم نشيل السبب اللي ادى الى العرض، لكن طول ما انا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا اكتر. انتم متهمون، على فكره دي جايه هتبقى حاجه لطيفه جايه قادمه قريب في حوارنا كده، بس انتم متهم. انتم مين؟ انتم معشر اطباء الاسنان، يعني هنحاول نبقى كويسين. لا هقول لك بقى الاتهام ايه. ماشي. انتم متهمون بانكم اعداء الاطقم المتحرك لسبب ربما يراه البعض انه يعني انتم كارهين الاطباء الاطقم المتحركه لان المعمل هو اللي بيعمل الاطقم المتحركه، انتم مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القصه. انا بكلمك بقى على فكره، انا فخور ان انا متهم بده، مش انت بس، كل الفيلد الطبي كله. انا ضد الاطقم المتحركه لاقصى درجه، احنا بنستخدمها، انا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعته تمسك. مشكله الاطقم المتحركه ايه؟ اول حاجه احنا طول ما احنا بنستخدم الاطقم المتحركه وبنمضغ عليها بتبدا تتحرك بحركه تلخلخ الاسنان اللي هي ماسكه بمشابك فيها، وتبدا تعمل تاكل في السنه نفسها اللي بيخليها تتكسر بعد كده. يعني انا خسرت بقيه الاسنان الموجوده بسبب الطقم المتحرك. المشكله الثانيه ان ده بيخليني ما عوضش الاسنان المفقوده بزراعه، انا خلاص معتمد ان في طقم متحرك وده اللي بيخلي العظم يتاكل. خلي بالك يا دكتور ايمن، اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه او البديل بتاعها. البديل بتاعها ده اللي هو ايه؟ الزراعه. عشان كده دايما بننصح ان اي حد بيخلع ضرس لازم يزرع مكانه عشان ما يبداش العظم يتاكل فيبوظ الضرس اللي بعديه، وتبدا تكر تسحب سنه في الثانيه لحد ما نخسر اسناننا كلها. فانا ضد الاطقم المتحركه لان انا بعد كده العظم بتاعي تاكل، بوظت الاسنان بتاعتي، نبدا نخش لو في الفك العلوي العظم اللي تحت الجيوب الانفيه بيقل جدا فبنضطر نخش في رفع جيوب انفيه عشان نرجعه مره ثانيه. فهي القصه كلها ان احنا عندنا القدره دلوقتي في 2022 ان احنا نعيش باسناننا بقيه حياتنا ثابته. ليه نخش في الهاسل او القصه دي كلها؟ فاحنا محتاجين ان احنا نفكر سمارتر او بطريقه احسن، ان انا عشان احافظ على بقيه سناني لازم اعوض بالزراعه، عشان خاطر استطعم الاكل. الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجوده في اللسان بس، هي موجوده في سقف الحلق بالجناب، بتستطعم الحاجات المالحه مثلا. فانا طول ما انا مغطيها مثلا بتركيبه متحركه انا ما بدوقش الاكل. فهل انا منطقي ان انا اقعد بقيه حياتي مش بستطعم اللي انا باكله؟ النكهه بتاعت الاكل فيها مشكله، فانا خسران نكهه الاكل، خسران سنان، خسران عظم. والعظم ده اصلا الشاسيه اللي مشدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده. فلما العظم بيكش عشان ما فيهوش اسنان هيبدا الشاسيه ده الحاجات اللي عليه تبدا تكرمش، فيبان سن المريض اكبر من سن الطبيعي. احنا شفنا كاتي من شويه اللي هي بتخبطت بس، كاتي تحولت وكبرت 10 سنين مثلا، كبرت في ثانيه بالظبط بعد يعني الحادثه فجاه وشها، مش قبل ده، مش قبل وبعد في خلال شهور، ده قبل وبعد في يوم في ليله. طبعا مش هنتكلم بقى ان الطقم ده كل شويه هيوسع مننا عشان العظم كش، فهبدا ماشي ملازم دكتور السنان على طول، يقع مني عشان خاطر انا عظمي كش وقدام الناس واحراج والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين الوش بيتغير اهو، الوش نفسه اتغير. يعني بص حضرتك على الحركه المشهوره، الحركه المشهوره كان الوضع عامل ازاي؟ الناحيه اليمين الست كبرت قد ايه عشان خاطر خسرت اسنانها وما عوضتهاش؟ نفس الكلام هنا اهو، اللي هي الحركه اللي هي فيها دي فقد الاسنان بالظبط. روبن ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكله فقد الاسنان وكان وشه بدا يبقى فيه التغير ده، صح
اعتقد انه برضو اهماله في التعامل مع الاسنان روبن ويليام هو اللي خلاه ينتحر في الاخر يعني من ضمن الاسباب. ما انت يعني من ضمن اشكال الاهمال في النفس او اشكال الـ 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 الاكتئاب. الاكتئاب بالظبط. اكتئاب مش ظاهر. لانه المكتئب انا ببدا اسيب نفسي خلاص. الاكتئاب المكتئب على فكره ممكن تلاقيه قاعد معاك وبيتكلم وبتاع مزبوط. وهو بيفكر في الانتحار. صح يعني دي خلي بالكم من الحكايه دي. مظبوط جدا. هروح بقى لاتهام اخر انتم متهموا معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله. بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزراعيه زي ما احنا شايفين الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي. ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش فالجيب الانفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات. فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو. ايوه. ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. نبدا نزق واحده واحده. هيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الانفي. ويرفع الجيب الانفي. بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط. ايوه كده رفع الجيب الانفي. يبدا يحط العظم بقى مكانها. اوكي. ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تسود في الحته. ادي العظم بدا يتحط اهو مال السبيس كلها بالعظم. وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده. هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي بزرعة. اللي عامله زي السحاب دي ده رفع جيب انفي. دي العظم اللي احنا حطيناه ده العظم بتاعنا اللي هو الابيض بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه. بالظبط كده. هتلاقيه عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال. بالظبط. ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره. وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم بيبقى حته واحده لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه الزرعات وركبناها وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش مريض, خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه رجع له اسنانه مره تانية. هروح لاتهام اخر. النهارده كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط في بس ده مش اتهام بقى. هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون مش انتم انت لكن الفل الاسنان متهم بحاجه مش انتوا برضو مش الدكاتره او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديئه بحيث ان يكون الموضوع فيه تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه بحيث ان الظاهره دي تختفي؟ مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم عن الدكاتره. هو مش دكاتره ده هنا الكلاينت نفسه هو اللي عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني, طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبة. هنا ده الفتحة دي ده عظم متآكل بسبب زرعية مش مظبوطة. احنا مريض جالنا قال لي انا زرعت من شهرين وعندي ألم شديد على طول. فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كمية ريديولوسنسي او تآكل في العظم شديد جدا موجودة في الأشعة بتاعتنا هي اللي أدت هي بسبب الزرعية اللي هي مش مظبوطة. بقى في يعني مشكلة ان بقى في يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح لدكتور تراستد بالنسبه لك. لازم تتراست الماتيريال بتاعته الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات. ثلاث حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه. ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس. ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا. دي صحتي في الاخر. انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهولة المصدر. دي مهمة قوي بقى. ولا هينفع احطها مع حد مجهول. فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين. ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي. لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين ان هي دي اكس راي باينه ان الزرعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها. المفروض اصلا الزرعيه دي عامله زي المغناطيس. تيتانيوم عامة بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي. زرعية تيتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم الجري من الزرعية ده بسبب رداءة الزرعية. خلينا نروح لقضية تانية بقى مهمة جدا. نقل العصب.
لان دي قضيه مهمه. نقل العصب دي 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 قصه جراحيه مخيفه، عملت نقله كبيره جدا، وفي نفس الوقت هي لازم عشان خاطر تعملها تروح لحد تراستد بيعرف يعملها. هي ايه عصب الفك؟ هو عصب ماشي جوه عظم الفك، بيطلع من عند الضرس رقم 4 و5، بيطلع عشان يغذي المنطقه دي، بيدينا الاحساس في المنطقه دي. لما بنفقد اسناننا فتره طويله بيبدا العظم اللي فوق العصب الفك ده او فوق القناه اللي فيها عصب الفك ده يكش جدا، تمام؟ فهل ده معناه ان انا مش هرجع باسناني مره تانية؟ فبنبدا نعمل له عمليه نقل العصب بالفك. هنا زي ما احنا شايفين اللي انا ماسكه ده عصب الفك، واحنا بننقله ده. هنا احنا طلعناه من القناه بتاعته، نبدا ننقله على مستوى تاني ونحط الزراعات في العظم اللي موجود. فاحنا كسبنا العظم، بقيت عظم الفك يعني طول عظم الفك، فبنحط فيه زراعات. اللي محطوط ده دي الزراعات الثلاثه اللي ورا بعض دول، دي زراعات، واللي انا ماسكه بالبروب ده عصب الفك بتاعنا. تمام، قدرنا ان احنا ننقله في امان وحطينا الزراعات بتاعتنا، والمريض دلوقتي رجع له اسنانه كامله، مع انه هو لف كتير وقالوا له انت ما ينفعلكش زراعه عشان العصب الفك بتاعك، لا احنا نقدر ننقله دلوقتي. يعني هي ادتنا فرصه ان انا ارجعك تاني بسنانك بالظبط كامله، مش مجموعه القدامانيه. في حد في ممكن تروح عند حد مش بينقل عصب الفك يقول لك انا هحط لك 4 زراعات قدام، هحمل لك عليهم 8 اسنان، وده اللي هينفع نعمله عشان انت خلعت بقالك فتره والعظم بتاعك تاكل. لا احنا دلوقتي نقدر ننقل عصب الفك ونكمل زراعتنا عادي خالص ونرجع بسناننا كامله. احنا بندور ان انا ارجعك زي ما كنت. لازم ترجع وتعيش حياتك طبيعي، تاكل طبيعي، عشان ده كله اثار جانبيه على الجهاز الهضمي وعلى صحتك وعلى 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 وعلى. لازم نفسيا تبقى عايش طبيعي، لازم ثقتك كلها ترجع لك مره تانية وانت بسنانك الكامله. برضو من الحاجات اللي بقى الاتهام، بس الاتهام بقى للناس فيها دي، ان هم ما بيتعاملوش مع الجير على انه قضيه خطيره. الجير ده اكبر كارثه في الدنيا. هو اصلا الهيجين دي حاجه مهمه جدا، اللي هي النظافه عامه دي حاجه مهمه جدا. اي حد المفروض من كل من 4 ل6 شهور يروح ينظف الجير بتاعه. الجير بيعمل ايه؟ بيبدا ياكل، بيعمل بكتيريا، البكتيريا دي بتاكل في العظم اللي تحت اللثه وفي اللثه اللي حوالين الاسنان. سبناها، احنا مش شايفين ان في مشكله، في شويه جير، هبروح للدكتور. سبناها 6 شهور، سنه، بيبدا التاكل ده يزيد 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 لحد ما السنان دي ما بيبقاش حواليها عظم، فافقد اسناني كلها. انا عندي ناس في سن صغير جدا 28 سنه و32 سنه خسروا اسنانهم كلها بسبب الجير ده. بتضطر بقى ان انت تروح تزرع له عظم من اول وجديد بدل العظم اللي تاكل، تحط له زراعات عشان تقوم له الفك كله مره تانية. طب لو انا العظم تاكل عندي والسنان دلوقتي بتتلخلخ، هل اسيبها لحد ما تقع؟ لا طبعا. طول ما السنان دي موجوده في مكانها هي عامله زي المسمار اللي في الحيطه اللي قاعدين بنعمل فيه كده اهو. لما بنعمل كده ايه اللي بيحصل؟ يبدا ال- 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 الحيطه نفسها بالظبط توسع، الحيطه نفسها تتاكل حواليها. هي نفس اللي بيحصل في العظم، يبدا العظم يتاكل حوالين سنه زياده، فبتصعب عمليه ان انا ارجعك مره تانية بسنانك. انا كده كده هرجعك باذن الله طبعا، بس انت ليه بتصعبها عليا وعليك؟ اول ما بتلاقي موفمنت لازم تروح للدكتور، اول ما تلاقي جير لازم تروح للدكتور، لازم اصلا تعمل تشيك اب كل من 4 ل6 شهور. ده مهم جدا، دي ثقافه لازم تتعلم في المدارس، لازم الاب يقولها لاولاده، ان انت دكتور السنان ده حد انت بتزوره وبتشوفه كل من 4 ل6 شهور. انت نورت وكالعاده ابدعت وخدتنا في نزهه جميله متنوعه النهارده. جاوبت اسئله صعبه جدا وفي مناطق صعبه جدا، مثل العضه والتقويمات او تعامل مع العضه، مثل رفع الجيب الانفي، مثل نقل العصب. ايضا ذكرت قضايا مهمه جدا كنت انا فيها الخصم، او بمعنى اصح يعني كنت انا المتهم، مش انت، طب الاسنان صح. في التعامل مع مش متهم ولكن توضيح صح. يعني هل طب الاسنان يكره تماما الاطول؟ نعم، البرنامج هنا ان هو بيفهم الناس، انت بتاخدش المعلومه وخلاص، انت بتفهمها بطريقه علميه مبسطه. والزراعه دلوقتي بقت سهله، احنا بنحط الزراعيه في 2 3 دقايق، فانت يعني الفك الكامل اضرب 2 3 دقايق في 6 زراعات، فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياه احسن باقل تعب. والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه. ارجوكم خلي بالكم من سنانكم
ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوعي يكون جزء منه في عيادة طب الاسنان، مش كل اسبوع، ممكن كل شهر حسب بقى. كل اربع شهور، كل اربع شهور بالنسبه لمريض السكر كل شهرين بالظبط، يعني على الاقل. لكن ما فيش يا اخي، انت بتعمل صيانه لعربيتك، اعمل صيانه لاسنانك يا اخي. ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل صيانات لليخت بتاعها، يعني بنتكلم على ناس تانية بقى، مش بتكلم على الناس، ما في ناس ما عندهاش العربيه، لكن ماشي. لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل صيانه لليخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات، تبص لاسنانهم تلاقيها بايظه. ده حقيقي، ده بنشوف. يبقى انت بقى ساعتها بتضرب كف بكف، اعمل صيانه لنفسك. تضرب كف بكف. الراجل اللي يعني عنده يخوت، عنده يخت، وعنده عربيه وبتاعه، وقاعد كل يوم في الحته الفلانيه، الحته العلانيه، سنانه كده، لا دي تزعل بقى. يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم. ومفيش حته في مصر دلوقتي اللي ما يقدرش، كل الاسعار متوفره، وقلب الدكاتره حنين برضو على المرضى. نورتنا وشرفتنا. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار، عالم طب الاسنان، استاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعاده. شكرا دكتور. خليكم دايما مع الدكتور.